بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. النهاردة كالعادة عندنا أكتر من ملف هنتكلم فيه مع بعض في بداية هذه الحلقة، لكن خلينا النهاردة نتكلم من قلبنا، خلينا نتكلم من كأننا من الجمهور وبنتكلم مع بعض. اللي أكيد دلوقتي إحنا بنفكر فيه باستمرار حال فريق كرة القدم في النادي الأهلي، كل جمهور النادي الأهلي بيفكر في هذا الأمر، المصير لهذا الفريق خلال الفترة القادمة، إيه اللي حصل، تساؤلات كثيرة جدا جدا بتجري في بال كل عشاق ومحبي النادي الأهلي، تساؤلات عن الصفقات اللي أنا بالمناسبة في هذا المكان أكدت لحضراتكم أن هناك صفقات من داخل مصر ومن خارج مصر تم الانتهاء منها ولن يتم الإعلان عنها إلا بعد نهاية الدوري، بعد نهاية الدوري ده اللي هو يوم الثلاث إن شاء الله، ابتداء من يوم الأربع إن شاء الله إن شاء الله. إذا كان هناك أمور يجب أن، في حاجات طبعا لسه بتنتهي أو رتوشها الأخيرة بتنتهي، ابتداء من يوم الأربع أعتقد، أنا لسه يعني لا أؤكد على حضراتكم، ولكن أعتقد أن ابتداء من يوم الأربع ستكون هناك، سيتم الإعلان عن صفقات. ده لأنه خلال الفترة السابقة أنا قلت لحضراتكم أنه ابتداء من أو بعد يوم الثلاثاء اللي هو بعد نهاية الدوري العام المصري الأمور ستتغير، لأن النادي الأهلي ما بيلعبش، النادي الأهلي ما بيلعبش، كل اللي موجودين أو كل اللي مسؤولين عن كرة القدم داخل النادي الأهلي ما بيلعبوش، مش قاعدين إن هم يشربوا شاي وقهوة ويتكلموا مع بعض ويهزروا ويتسامروا والكلام ده، لا، كل المسؤولين عن كرة القدم داخل النادي الأهلي كل واحد في اختصاصاته بيؤدي الدور اللي مطلوب منه علشان يقدر يرضي طموح جمهور النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. طيب إزاي أو كيفية التفكير في صفقات النادي الأهلي أو في اللاعبين أو الدعم اللي بيحتاجه النادي الأهلي، الحاجات دي بتيجي إزاي؟ الحاجات دي بأن مجلس إدارة النادي الأهلي فوض الكابتن محمود الخطيب دلوقتي، أنه هو كانت شركة الكرة، وشركة الكرة قدمت اعتذارها اللي سيتم عرضه على الجمعية العمومية الطارئة إن شاء الله خلال الأيام القادمة أو الفترة القادمة، وبالتالي كابتن محمود الخطيب هو اللي مسؤول عن هذا الملف ومعاه لجنة التخطيط ومعاه لجنة التعاقدات بقيادة أمير توفيق ولجنة التخطيط الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف والكابتن محمود، طبعا كابتن محمود الخطيب والكابتن حسام غالي. هذه المجموعة بتشتغل ليل نهار، بتشتغل على مدار 24 ساعة علشان طبعا هم متابعين من اول يوم ايه اللي بيحصل وعارفين ايه اللي بيحصل من اول يوم، ولكن هم عايزين يعملوا افضل حاجه لفريق النادي الاهلي، افضل حاجه لفريق كره القدم في النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه هيبقى ازاي؟ ايه، هل هناك اماكن من الممكن ان احنا يكون عندنا فيها بعض العجز؟ ده بيتكلموا فيه مع بعض، انا ما اعرفش، حضرتك ما تعرفش، اللي انا بطلبه من جمهور النادي الاهلي لا اطلب شيء إلا الدعم والمساندة لما يحدث خلال الفترة القادمة. ليه؟ لأنه في النهاية كرة القدم أو داخل كرة القدم داخل النادي الأهلي الفترة اللي فاتت زي ما قلت لحضراتكم كان عندنا أخطاء فنية، كان عندنا أمور بعض اللاعبين مستواهم قل، ولكن في نفس الوقت كان عندنا إجهاد عام، وكان عندنا التحكيم كان بيظلم النادي الأهلي، وجهة نظري أن كان هناك مباريات كثيرة جدا جدا النادي الأهلي لو كان كسب تقريبا 14 نقطة على ما أتذكر، لو كان كسب النادي الأهلي 10 نقاط كان زمانه خد الدوري، 10 نقاط من ال 14 نقطة اللي ظلم النادي الأهلي فيهم ظلم بين وواضح، كان النادي الأهلي خد الدوري العام. ولكن خلاص لازم دايما واحنا بنتكلم اقول ان احنا المستوى الفني عندنا بعض اللاعبين عندهم شويه مشاكل، عندنا اجهاد عام، عندنا اخطاء تحكيميه واضحه للي ما بيش يعني لاي حد في الدنيا شايف ان الاخطاء التحكيميه دي اثرت بشكل سلبي على النادي الاهلي. فالناس كلها بتسال هي فين الصفقات؟ مين هيمشي من الفرقه ومين اللي هيقعد؟ ما حدش عارف مين اللي هيمشي، وهل في حد هيمشي وفي حد هيقعد؟ ما اعرفش، ما عنديش فكره. طب مصير اللعيبه الشباب ايه اللي تم الدفع بيهم خلال الفتره الماضيه وحتى الان؟
اشياء كثيره، مصير المدير الفني دلوقتي الناس وصلت انها تتكلم عن مصير المدير الفني ريكاردو سواريش، هل هيكمل ولا مش هيكمل؟ اكيد بتسمعوا الكلام ده كله وبتتابعوه، كل اللي بيتكتب وبيتقال في وسائل الاعلام المختلفه. انا عارف ان هناك اسئله، ان كل الاسئله دي اساسا بتدور بالنسبه بتدور في دماغ جمهور النادي الاهلي ومحتاجه اجابات، ولكن الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي الصفقات والكلام اللي حضراتكم بتتكلموا فيه ده وكل جمهور النادي الاهلي بيتكلم فيه، النادي الاهلي من خلال برنامج البيت الكبير كان قد اعلن عن ان هناك صفقات تم الانتهاء منها وسوف يتم الاعلان عنها تباعا بعد نهايه الموسم. اذا خلينا ننتظر، هو ليه الاستعجال؟ ايه وجه الاستعجال في ان احنا نشوف او نسمع او نعرف الصفقات الجديده اذا كان هناك صفقات امتى هتبقى موجوده؟ هيتم الاعلان من خلال النادي الاهلي، من خلال الصفحه الرسميه للنادي الاهلي ومن خلال المركز الاعلامي ومن خلال قناه الاهلي. فمن فضل حضراتكم، احنا خسرنا دوري وخسرنا كاس السنه اللي فاتت، ولكن الصح واللي في صالح النادي الاهلي وفريق الكره هو الانتظار حتى انتهاء هذا الدوري، واللي خلاص كلها يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله عندنا مباراة مع سيراميكا كليوباترا. بعد نهاية هذه المباراة سيكون من حق جمهور النادي الأهلي إن هو يعرف كل شيء. من يوم الأربعاء الصبح هنبدأ، أنا نفسي هبتدي لو عندي أخبار في هذا في هذه الأمور هبتدي أتكلم فيها مع حضراتكم، لأنه ده طبيعي جدا بالمناسبة إن احنا ننتظر حتى نهاية الموسم، وبعد نهاية الموسم إذا كان هناك صفقات انتهت بالفعل سيتم الإعلان عنها. فانا اللي انا عايزه من حضراتكم ان احنا ننتظر، خلينا نتروى وننتظر، ما تقلقوش، مش عايز حضراتكم تقلقوا، لان دايما القادم سيكون افضل. حتى لو يعني النادي الاهلي دايما عندما يعمل في اي مجال او في اي مكان دايما بيكون دارس الامور. يعني عندي 1 2 3 في الباك رايت، عندي 1 2 3 في الباك رايت عشان انا بلعب باك رايت يعني، او كنت بلعب باك رايت في اي مكان في الملعب، أنا عندي 1 و2 و3 في أي مكان في الملعب، هختار 1 ما جاش، هختار 2 ما جاش، هختار 3 هيجي، مش ممكن الـ3 مش هيجوا النادي الأهلي، استحالة. فما تقلقوش من حاجة، الأمور ماشية بشكل جيد جدا جدا جدا. عندنا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على الكرة، هو اللي ماسك الأمر مع لجنة الكرة أو مع لجنة التخطيط، زي ما قلت لحضراتكم هما اللي بيقرروا ايه اللي هيحصل. زي ما قلت لحضراتكم برضو قبل كده، عندنا فريق سكاوتنج كويس جدا جدا. والله انا لو من المسؤولين في النادي الاهلي ابص على الشباب اللي بيعمل تقييمات للاعبين ومدربين على السوشيال ميديا، اذا كان هناك نيه في اي تغيير يعني. ف انا بشوف ان عندنا شباب في النادي الاهلي يعني، او بينتموا للنادي الاهلي او بيحبوا النادي الاهلي، عندهم قدرة على السكاوتنج أو الاختيار ما بين عدد كبير من اللاعبين وبأرقام وبحاجات كويسة جدا. عندنا ناس كتيرة جدا على السوشيال ميديا تستحق. كمان الجهاز الفني اللي هيكون موجود معانا إن شاء الله، أنا متأكد أنه مهما كان اسم هذا الجهاز الفني سواريش أو غيره أو ما حدش عارف. على فكرة أنا مش قادر أتكلم مع حضراتكم في هذه الأمور لأنه محدش عارف حاجة، صدقوني كل ما يثار خلال هذه الفترة ما هو إلا كلام. هيبان إمتى الكلام ده؟ بعد يوم الثلاث اللي جاي. ده اللي أنا أقدر أقوله لحضراتكم. إن شاء الله هيكون في تعويض محترم جدا الموسم القادم. الاستعجال أو الضغط أكيد مش هيكون في صالح الفرقة. أنا عارف إن الموسم اللي فات لم يكن على أحلام أو على مستوى أحلام كل جمهور النادي الأهلي، ولكن زي ما حضراتكم عارفين وأنتوا أكتر ناس عارفة إن الأهلي كويس، عارفين الأهلي كويس ومذاكرين التاريخ ومش محتاجين تعرفوا إن الأهلي لما بيكون مش موفق في موسم بالشكل ده بيرجع بعدها زي ما بيقولوا كده بياكل الأخضر واليابس. افتكروا ودايما، لأن إحنا كلنا تقريبا الجيل اللي بيتفرج أو الناس اللي بتتفرج عصرت اللي حصل من 3 4 سنين عندما خسر النادي الأهلي من سان داونز هناك بنتيجة كبيرة، ثم العودة والفوز بنتيجة 1-1 1-0،
وليد ازارو على ما اتذكر، وكان كل جمهور النادي الاهلي او جمهور كبير جدا من الاهلي مالي الاستاد وهنوا اللاعبين بعد المباراه، واللاعبين اعتذروا لجمهور النادي الاهلي. ولكن طبعا كل ده كان شيء كويس جدا ورائع وكل شيء، ولكن منذ هذه اللحظه ومنذ هذا التوقيت تحديدا نفتكر اللي حصل. كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي في ذلك الوقت مع لجنه التخطيط مع المجموعه اللي كانت شغاله على كره القدم في ذلك الوقت قدرت تجيب مجموعه لاعبين، كنا خرجنا من دور الثمانيه او من دور الستاشر مش فاكر تحديدا، محبش افتكر الحاجات دي. فكنا خرجنا من البطوله الافريقيه بدري. هتقول لي دور الثمانية بدري؟ هقول لك بدري، احنا بالنسبة لنا دور الثمانية بدري، دور اللي قبل النهائي بدري كمان، لكن كنا خرجنا من البطولة وكان هناك غربلة كبيرة جدا جدا لعدد كبير من اللاعبين والمجموعة اللي كانت موجودة. ولو تفتكروا جبنا حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومجموعة اللاعبين اللي قدروا يفوزوا بكل شيء. تخيل حضرتك ان انت في اخر ست سنين، انا هتكلم على افريقيا، واصل خمس مرات نهائي افريقيا، خسرت اتنين منهم واحده بفعل فاعل. الاخيره دي يعني مش عايز اتكلم في الموضوع ده كتير لانه انا عايز انسى السنه اللي فاتت كلها. فاللي عايز اقوله لحضراتكم خلينا في ظهر بعض، خلينا واقفين مع بعض، خلينا نسمع الحاجات اللي بتتقال. طبعا من حق اي حد ان هو يفرح ومن حق اي حد ان هو يتبسط، لكن سيظل دائما النادي الاهلي، عمرنا ما هنبص تحت، احنا دائما بنبص فوق. كل جمهور النادي الاهلي كده، او كل اللي بينتموا للنادي الاهلي دائما ما بتلاقيهمش بيبقوا زعلانين ومتضايقين من فريقهم وكل حاجه ومن مجلس ادارتهم ومن الجهاز الفني ومن كل حاجه، ولكن بينا وبين بعض. لكن لما تيجي على حد تاني بيشجع نادي تاني غير الاهلي، لا هتلاقينا دايما احنا باصين فوق كده، او يعني باصين قدامنا وبنبص فوق، ما بنبصش تحتنا ابدا، لان لو بصينا تحتنا الناس هتزقنا لتحت، احنا عمرنا ما هنتزق لتحت. خلي بال حضراتكم من الكلام لانه مهم جدا 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 ان احنا الفتره دي يبقى هناك دعم ومسانده واضحه للكل. اللي اي حاجه بتحصل من حق، ولكن من حق طبعا كل جمهور النادي الاهلي ان هو ينتقد ما يريد. جمهور الاهلي ده الاساس في كل حاجه بالنسبه لي انا، يعني انا واحد من الناس مهما يقول جمهور النادي الاهلي على دماغي ما عنديش اي مشكله اطلاقا خالص، يقول يبقى هو صح، جمهور الاهلي يقول صح. ولكن مش عايزين نستعجل، صدقوني الاختيارات خلال الأيام القادمة مهمة جدا، وبتختار ما بين سوبر ستار وسوبر ستار مثلا. يعني كل اللي هيجي النادي الأهلي دول لو حد هيجي هيبقى أسماء كبيرة جدا، أسماء حضراتكم مستنيينها، وبالتالي لازم تختار، لازم توازن الأمور، لازم تشوف الفلوس اللي داخلة كام واللي هتخرج كام. في حاجات كتيرة جدا بيتم دراستها من داخل النادي الأهلي. هل تم دراسة هذه الأمور بالفعل؟ نعم، أنا بقول لحضرتك أيوة حصل، بس مش عايزين نستعجل، عايزين نقف في ظهر نادينا، نقف في ظهر مجلس إدارتنا، نقف في ظهر المشرف على الكورة كابتن محمود ولجنة التخطيط، علشان نقول لهم إحنا الفترة السنة اللي فاتت إحنا تعبنا، إحنا كجمهور يعني إحنا تعبنا إن إحنا خسرنا دوري وكاس، وعلى الرغم من إحنا عارفين إن إحنا مجهدين وعلى الرغم من الأخطاء التحكيمية، ولكن مش عايزين نخسر تاني، عايزين نكسب الدوري وعايزين نكسب الكاس. حتى لو لا قدر الله حصل حاجه وخسرنا، نبقى خسرنا في الملعب مش بره الملعب، زي ما الناس الغريبه بتقول. الناس تقول لك ايه يا جماعه، ما انتوا يعني خليكم في فرقتكم. انت مالك فرقتي ولا خليني في فرقتي ولا ما خلينيش في فرقتي؟ ما تدخلش نفسك في فريق النادي الاهلي. فالحقيقه خلينا نفكر، خلينا كلنا نقف مع بعض خلال هذه الفتره. النادي الاهلي في بدايه الالفيه اللي احنا فيها 2001 2002 2003 2004 خسر النادي الاهلي الدوري لو تتذكروا، وخسر الكاس موسمين ورا بعض او ثلاثه مش فاكر، ولكن الموسم اللي بعده من 2004 2005 اعتقد لغايه 2012 على ما اتذكر يعني، لانه او لغايه 14 2014 كمان النادي الاهلي فاز بكل شيء. النادي الاهلي فاز بكل شيء باستثناء طبعا بطوله او بطولتين وقعوا مننا يعني في الفتره دي. مش بس كده، موسم 2005 الاهلي لعب 26 مباراه
كسب كام؟ 24 مباراة وتعادل في 2. ده بعد ما بعد ايه؟ بعد ما كان خسران دوري 2001 2002 2003 2004 2004 2005. ومن 2005 ل 2014 انت ما بتخسرش. البطولة الأولى اللي كانت اللي فقدناها كانت في 2015 في الدوري، يعني أنا أقصد في الدوري. فتخيلوا حضراتكم، هو الأهلي ده الموسم اللي فات ده حصل فيه كده، اللي هو اللي فات اللي احنا اللي عدى ده وبينتهي يوم الثلاث القادم. يا أخي امشي بقى، يعني الواحد تعب، يعني الواحد تعب من الموسم ده، احنا نفسنا تعبنا، ما بالك باللاعبين. هو الأهلي السنة دي خلاص الأمور انتهت، إن شاء الله هتنتهي يوم الثلاث وبعد كده هنبتدي نفكر. النادي الأهلي وجمهوره، الإدارة، لجنة التخطيط، كل الناس، كله خلية نحل. والله اللي أنا بقوله ده حقيقي 100%. الناس كلها عايزة ترجع الفريق لمكانته الطبيعية، على الرغم من اعترافنا بأن هناك، أنا لازم أقول الكلمتين دول معلش اعذروني، أن هناك إجهاد عام وأن هناك ظلم تحكيمي وأن هناك سوء مستوى لبعض اللاعبين وسوء مستوى وسوء إدارة بعض المباريات، ولكن الأربع أسباب دي مع بعض داخلين مع بعض. أنا ولا بقول تحكيم ولا بقول إجهاد، لا أنا بقول كل الأربع أسباب دي مع بعض. فالنادي الأهلي إن شاء الله السنة الجاية الكل بيعمل، كل بيعمل على ايه؟ على عودة النادي الأهلي، ان النادي الأهلي يرجع اللعيبة تاكل النجيلة ان شاء الله. عودة مجدي قفشة وعودة شريف وعودة طاهر وعودة حسين وعودة أليو ديانج من الأجازة وحمدي وعمر السلية والشناوي، دول لوحدهم صفقات، يعني ان شاء الله هتشوفوا احسن قرار تم اتخاذه. وانا بحيي مجلس إدارة النادي الأهلي على اتخاذ هذا القرار، احسن قرار اتاخد المجموعه اللي ريحت دي، وهتشوفوا القرار ده هيفرق كتير ازاي مع النادي الاهلي بمجموعه اللاعبين اللي موجودين دول. يعني برضو حاجه من الحاجات اللي انا حابب اتكلم فيها مع حضراتكم، وهي يعني الحقيقه ما فيش وسيله اعلاميه بتفتح او بتبص على هذا الامر. لما الاقي كل الاخبار الخاصه باللعيبه اللي هتمشي من فرقها مفيش غير النادي الاهلي، قال لك صلاح محسن وحسام حسن ومحمد هاني ومش عارف ومين، انا بقول بالاسماء اهو، ورامي ربيعه ومحمود متولي ومحمد محمود واللعيبه الشباب، لم يسلم احد، لم يسلم احد، من محمد اشرف الباك ليفت، احمد سيد غريب قالوا ان هو رايح، يعني الناس عرفت وقالت ان هو رايح في الحته الفلانيه. خير يا جماعه؟ هو مفيش في الدوري فرقة غير الأهلي؟ هو مفيش فرقة حد هيمشي منها غير الأهلي؟ تركيز بشكل غير، أنا عارف إن الأهلي هو اللي بيبيع وإن الأهلي هو اللي بيعمل وإن الأهلي كذا وإن الأهلي كذا، وده مش كلامي، ده كلام كل المختصين، ودي قيمة الأهلي وده نجاح الأهلي. لما تيجي تتكلم عن عقود رعاية أول حاجة بتتكلم عنها إيه؟ نادي الأهلي. النادي الأهلي هو دايما لما بتشوف القطر كده بتلاقي حاجة في أول القطر اسمها الجرار. الجرار ده بيبقى أغلى حاجة في القطر. القطر كبير، القطر عند فيه 20 عربية تانية ورا، ولكن من غير الجرار ده، الجرار ده بيبقى أغلى حاجة. لو القطر ده بمليون جنيه مثلا، يعني طبعا مفيش قطر بمليون جنيه، ده ب200 مليون وب100 مليون معرفش، يعني لو القطر بمليون جنيه، العربية دي ب900 ألف، الجرار ده ب900 ألف لوحده، وبقيه ال 20 عربيه ب100 ألف. هو ده النادي، الجرار ده النادي الاهلي. والكلام اللي انا بقوله ده، الكلام اللي انا بقوله ده مش كلام وخلاص، لا، الكلام اللي انا بقوله ده هتشوفوه، وارقام على ورق خلال الايام القادمه هتبان، فلوس ورعايه وبس وحاجات كتيره جدا، فوارق هتبان على ارض الواقع. عشان كده انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده دلوقتي، ولكن عندما تظهر الفوارق على أرض الواقع ساعتها بس الناس هتعرف. أنا متأكد أن جمهور الأهلي عارف كويس جدا قيمة النادي الأهلي، ولكن أنا بتكلم على من يحاول أن يشكك في قيمة النادي الأهلي، على من يحاول، معرفش ليه الناس
في ناس كده معينه بتطلع ملهاش علاقه في حاجه في الدنيا غير انها تشكك في كل ما يخص النادي الاهلي. عشان كده انا مش هرد دلوقتي على الكلام ده، انا هرد على الكلام ده بعدين. ليه؟ لانه كل الارقام القادمه ومبشره جدا جدا جدا. لمين؟ ها؟ ايوه للنادي الاهلي، للجرار، مش لحد تاني. وحياه ربنا ده اللي بيحصل ان شاء الله على ارض الواقع عندما تتبلور كل الامور وتظهر لحضراتكم وتعرفوا ايه هي الارقام الخاصه بالنادي الاهلي وبقيمه النادي الاهلي. مفيش حد يتكلم، محدش يفتح بقه، محدش والله ما حد هيفتح بقه، لان الفرق كبير. زي ما قلت لحضرتك، الجرار اللي هو العربيه الصغيره اللي قدام دي ثمنها لو ال 20 عربيه او الجرار القطر ده 20 عربيه، عربيه الجرار لوحدها ب 900,000 جنيه لو هي بمليون، لان بقيه العربيات لا تسوى شيء من غير الجرار. بقيه العربيات ما تسواش اي حاجه، صدقوني من غير اي حاجه لا تسوى قيمتها اقل من قيمه 50% من قيمه الجرار ده، ده في القطر. لكن هي منظومه كامله، المنظومه الكامله دي مفيش حاجه هتقدر تغير فيها الواقع. ده الواقع على فكره، ده الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم، ان قيمه الاهلي كبيره جدا، قيمه الانديه الشعبيه كبيره جدا. ليه؟ لانه تخيل حضرتك كده لو المنصوره في الدوري الممتاز وان شاء الله المحله تبقى في الدوري وتكمل والاولمبي يرجع للدوري الممتاز ودمياط ترجع للدوري الممتاز وكل الانديه الجماهيريه، انا ناسي يعني لو في حاجه، كفر الشيخ، منتخب السويس، الانديه الجماهيريه، تخيل بلديه المحله، تخيل الانديه دي موجوده في الدوري الممتاز، تخيل قيمه الدوري الممتاز تبقى عامله ازاي. تخيل، واتمنى يا شباب لو تقدروا تجيبوا لي النائب احمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، لأنه أنا نفسي أسأله في هذا الأمر. وإحنا هنفضل لغاية إمتى في 2000 ولا 2500 واحد جمهور بيبقى موجود في المباريات؟ تخيل أنت الأسماء اللي أنا قلتها دي وكل الأسماء الأندية الجماهيرية الكبيرة، الاتحاد والمحلة والمصري وكل الأندية الكبيرة والإسماعيلي طبعا طبعا، كل الأندية الكبيرة. تخيل حضرتك أنت كده مباراة أهلي وإسماعيلي بتقام في استاد القاهرة بمئة ألف متفرج، تخيل المنظر. تخيل كده مباراة الأهلي والاتحاد بتقام في استاد الإسكندرية بثلاثين أربعين ألف متفرج على سعة استاد الإسكندرية، أو في برج العرب بسعة برج العرب، ما بين جمهور الأهلي وعظمة جمهور الأهلي وجمهور الاتحاد وحلاوة جمهور الاتحاد. تخيل كده المنظر، وتخيل الدوري هيبقى عامل إزاي. هو ده اللي احنا، او هو ده اللي النادي الاهلي بيسعى ليه خلال الفتره اللي جايه. علشان كده انا بقول لحضراتكم انا نفسي جدا جدا الانديه الجماهيريه والانديه العريقه والكبيره دي، نفسي الاولمبي يرجع تاني للدوري الممتاز، ونشوف الاولمبي اللي ادانا اسماء عظيمه جدا وخد الدوري الممتاز مره قبل كده باسماء عظيمه جدا الله يرحمهم كلهم، كابتن محمود بكر، كابتن ابراهيم الجويني، الكباتن الكبار، الناس كلها. يعني اتمنى الحقيقه إن الأندية دي كلها ترجع مرة تانية للدوري الممتاز، عشان نشوف الدوري الممتاز وقيمة الدوري الممتاز بالأندية الجماهيرية تبقى عاملة إزاي. ساعتها الأهلي قيمته معروفة، قيمة الأهلي معروفة، هي الأكبر، محدش يقدر يتكلم، ولكن بقية الأندية كلها إن شاء الله تبقى موجودة، الأندية الجماهيرية تبقى موجودة. وطبعا أندية الشركات على دماغنا من فوق، ما عنديش أي مشكلة معاهم، ولكن أنا بتكلم إن أنت لما تروح تلعب الأهلي بيلعب بلدية المحلة مثلا، يعني شوف الماتش هيبقى عامل ازاي، شوف الاستاد هيبقى عامل ازاي، اي استاد بقى في المحله، في القاهره، في اي حته. هي دي، او هو ده اللي بنسعى له، او اللي كل من ينتمي للمنظومه الرياضيه بيسعى لهذا الامر. فاتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف مثل هذه الامور خلال الفتره القادمه. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نتكلم عن اخبارنا، اخبار البيت الكبير.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الفريق يؤدي تدريباته استعدادا للمباراه الاخيره، مباراه سيراميكا كليوباترا. الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي خاض تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش استعدادا لمباراه سيراميكا كليوباترا التي تقام في 4:30 عصرا يوم الاربعاء على استاد الاهلي والسلام ضمن منافسات الجوله الاخيره من مسابقه الدوري الممتاز. قبل انطلاق المران عقد ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية خاصة أو الخاصة بمباراة سيراميكا. وخاض لاعبو الفريق الأهلي الذي شاركوا في مباراة طلائع الجيش التي أقيمت أمس على استاد الكلية الحربية تدريبات استشفائية، بينما خاض باقي اللاعبين تدريباتهم داخل الملعب. أما بالنسبة لمواعيد مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، إن شاء الله غدا الاثنين تفتتح منافسات الجولة 34 والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز. بدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجيبشن ليج الاثنين. مصر المقصة يوم الاثنين إن شاء الله بداية المباريات، مصر المقصة أمام فيوتشر الساعة 5 مساء على استاد الأهلي والسلام. يوم الثلاث البنك الأهلي في إمبي الساعة 4:30 عصرا، سموحة وفاركو 4:30 عصرا أيضا، الأهلي وسيراميكا 4:30 عصرا. أما طلائع الجيش والإسماعيلي أيضا في تمام الساعة 6:30. بيراميدز والجونة 9:30، المحلة والاتحاد 9:30 أيضا، المقاولون العرب في المصري 9:30، إسترن في الزمالك 9:30. دي مواعيد مباريات الجولة الـ 34 جولة نهاية الدوري العام المصري. علاء كابتن علاء عبد العال بيعلن رحيله عن إيسترن كامباني بعد هبوطه. أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كامباني رحيله عن الفريق عقب هبوطه رسميا إلى الدوري القسم الثاني بعد الخسارة أمام البنك الأهلي 3-2 أمس باستاد بتروسبورت. وقال كابتن علاء أنه ينتظر بعض العروض من أحد أندية الدوري الممتاز خلال المرحلة المقبلة لتولي القيادة الفنية لهم الموسم المقبل. التفاوض حاليا من خلال وكيله ويرفض فكرة التدريب في الدوري القسم الثاني. أما على جانب النادي الإسماعيلي فالنادي الإسماعيلي يوجه الشكر لحمزة الجمل والقماش كابتن خالد القماش مديرا فنيا أمام طلائع الجيش. أكد يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي أن ناديه استقر على توجيه الشكر. أنا مثلا بستغرب جدا، يعني خلاص فاضل المباراة، كابتن حمزة كان كمل مع مجموعة العمل اللي موجودة معاه بقية اللاعبين اللي موجودين، الكل كان كمل لغاية آخر مباراة، وبعد كده النادي الإسماعيلي قدر يستقر بشكل أو بآخر. هل كابتن حمزة يكمل مع مجموعة العمل ولا يشوفوا حد تاني؟ يعني خاصة أن هو مرجع الناس، يعني كان النادي الإسماعيلي معرض للهبوط بشكل كبير، وفي الدور الثاني أرقامه جيدة معقولة، يعني بالنسبة للنادي الإسماعيلي هي أرقام معقولة. فأنا الحقيقة مستغرب جدا، لكن أوكي، كل مجلس إدارة وله الحق في اختيار ما يرى مناسبا، هم يعرفوا أكتر من الباقي. الحقيقة تغريم النادي الإسماعيلي والبنك الأهلي وإيقاف لاعب الزمالك مبارتين أبرز عقوبات رابطة الأندية خلال الأسبوع 33. أعلنت إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين تحت إشراف رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب عقوبات الجولة الثالثة والثلاثون وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، وجاءت كالتالي: مباراة سيراميكا وبيراميدز تقرر إيقاف اللاعب سيف تقى مباراة واحدة لمنع فرصة محققة. أما مباراة الزمالك والمصري تقرر إيقاف طارق علاء لاعب الزمالك مباراتين للعب العنيف. إمبي والإسماعيلي تقرر توقيع غرامة مالية على نادي الإسماعيلي للاعتراض من الجهاز الفني واللاعبين بصورة جماعية على حكم المباراة، مما أدى لتوقف المباراة لأربعة دقائق. إيسترن كامباني والبنك الأهلي تقرر توقيع غرامة مالية على البنك الأهلي بسبب نزول الجهاز الفني واللاعبين بصورة جماعية إلى أرض الملعب للاحتفال بالهدف. كما تم إيقاف محمد هلال لاعب البنك الأهلي مباراة واحدة للطرد لسابق إنذار.
لو الامور مشيت بهذا الشكل بان احنا كل اسبوع بيتم الاعلان عن عقوبات وما تفرقش معاك الالوان، لو النادي الاهلي اهو من داخل قناه النادي الاهلي بنقول هذا الكلام، لو النادي الاهلي مخطئ من فضلك عاقب اللي مخطئ في النادي الاهلي، ما عنديش اي مشكله، ولكن زي ما بتعاقب المخطئ في النادي الاهلي عاقب المخطئ في بقيه الانديه، زي ما شفنا في مباراه الاسماعيلي القبض على الاهلي والاسماعيلي، يعني الاخيره القبض على خمسه من جمهور النادي الاسماعيلي اللي اثار الشغب وعمل مشاكل مع جمهور النادي الاهلي اللي التزم الاحترام والادب والاخلاق خلال هذه الفتره، وبالتالي لما اتمسك الخمسه قدر او التحقيقات بينت ان هم اخطاوا، وبالتالي تم حرمان النادي الاسماعيلي من جماهيره حتى نهايه هذا الموسم لا يعني المباراه القادمه، ولكن في النهايه يجب ان يتم تطبيق كل العقوبات او العقوبات بشده على كل من يخطئ وعلى كل مثير الشغب مهما كان لون الفانيلا بتاعته. أنا أعلم تماما مثلا أن جمهور النادي الأهلي واعي وبيحب فريقه وعارف كويس جدا 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 مين اللي عايز يشده معاه في حتة ويوديه للمكان اللي هو ناحية أو اتجاه إثارة الشغب، وده عمره ما هيحصل لأن جمهور النادي الأهلي هو جمهور واعي. بالمناسبة هناك تحركات من قبل رابطة، عشان كده أنا كنت بقول لهم يحاولوا يجيبوا لنا النائب أحمد دياب نسأله في كل هذه الأمور. بكره ان شاء الله تمام ماشي، يعني هو طبعا عنده اجتماع دلوقتي، كنت اتمنى ان هو يكون معانا عشان نساله في كل هذه الامور، لانه واحنا هنفضل بال2000 ولا بال2500 جمهور واحد من جماهير او مشجع من المشجعين لكل نادي، طيب هو الاهلي ذنبه ايه؟ بقيه الانديه ذنبها ايه؟ الجماهيريه ذنبهم ايه؟ اللي بيستفيد من مثل هذه الامور فريق زي المقاولين، فريق زي اللي هي انديه الشركات، مش عايز اتكلم على اسماء معينه، ولكن انديه الشركات كلها والانديه اللي ليس لها جماهيريه هي اللي بتستفيد. ولكن تخيل حضرتك كده مباراه الاهلي وزي ما قلت الاتحاد هيبقى فيها قد ايه؟ الزمالك والاسماعيلي هيبقى والجمهور متاح للفريقين هيبقى فيها اعداد قد ايه؟ المباريات هترجع تبقى الحمد لله النواحي الفنيه جوه الملعب، عندنا دلوقتي مديرين فنيين جوه الملعب شباب عاملين طفره كبيره في كره القدم المصريه، والخبره موجوده طبعا في اسماء كبيره جدا، لكن عايزين بقى الجمهور، عايزين يعني كل حاجه بسم الله ما شاء الله التصوير اصبح مختلف، عندنا امور جيده، كل ده برضو ان شاء الله السنه اللي جايه او بدايه السنه اللي جايه تبقى الامور مختلفه مع تطوير لغه البيع في امور الرعايه ومثل هذه الامور، وده هتكلم فيه مع حضراتكم بعد كده، بس كله في وقته ان شاء الله عشان تعرفوا بس قيمه، انا متاكد ان جمهور النادي الاهلي يعرف، ولكن عشان ما حدش بس كده يفكر يقارن نفسه بالنادي الاهلي، يفكر بس يقارن نفسه بالنادي الاهلي. طب هل ينفع ان انا اقارن 42 دوري باللي بعديه؟ انا مش فاكر والله ما فاكر اللي بعديه كام، بلاش اللي بعديه، نعد كل أندية مصر ونشوف كل أندية مصر واخدة كام؟ 21 دوري بيقولوا لي. أقل من 50% من بطولات النادي الأهلي، 50% بالظبط. هل يمكن إن احنا دايما ما ينفعش؟ والله أنا بتكلم بمنطقية ولا بتكلم علشان أذم في حد ولا خالص، أنا بتكلم بمنطقية. هل ينفع أقارن؟ هو عندما يمرض البطل هتقعد بقى تعمل لي فيها يعني ما حد ما فيش حاجه، الاسد هيفضل اسد. الاسد عمر الاسد ده هو ملك الغابه. الاسد هو ملك الغابه، زي ما قلت لحضراتكم كده فكره الجرار. الجرار هو اللي بيشد ال 20 عربيه وهو الاغلى ثمن. هو اللي بتشد كل ده. فاللي عايز اقوله انه موضوع مع تغيير فلسفه الرعايه وتغيير الامور ومحاوله الشركات الجديده ادخال مدخولات كبيره لكل الانديه المصريه، لكل الانديه المصريه الاعلى طبعا النادي الاهلي، فان شاء الله مع كل ده هنشوف دوري بقى، عايزين نشوف دوري بجماهير بتذاكر بناس كتيره نشوفها، ناس بقى من بتوع المدرجات، ناس من بتوع المدرجات مش ناس من حته تانية، يعني ناس من اللي بنشوفهم في المدرجات اللي بيشجع بقلبه.
بيشجع فقط، انا مش عايز حد يثير الشغب، مش عايز حد يشتم. الحاجات المناوشات موجوده وبنشوفها في كل العالم، في كل العالم بالمناسبه. يعني الواحد ياما حضر مباريات بره مصر، بتشوف المشاغبات ما بين النادي الفلاني والنادي العلاني، لا بيتشاغبوا عادي طبيعي، حاجات لطيفه يعني، لكن لا تصل لاثاره الشغب، لا تصل لهذا الامر ابدا. واللي حد عمل كده بيتوقف، بيتوقف او بتطبق عليه قانون العقوبات الخاص بهذا الامر. مش عشان واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا خمسة ولا عشرة ولا مية امنع 100,000، لا. طيب، اتحاد كرة القدم بيتوصل اتفاق مع بلجيكا لمواجهة المنتخب وديا في نوفمبر القادم. انهى مسؤول الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الاستاذ جمال علام الاتفاق مع منتخب بلجيكا على لعب مباراة ودية في شهر نوفمبر المقبل بالكويت، في إطار استعدادات المنتخب البلجيكي لنهائيات كأس العالم المقرر انطلاقها 20 نوفمبر بدولة قطر، وفي ظل توقف الدوريات في دول العالم بناء على تعليمات الاتحاد الدولي، المنتخب الوطني هيلعب إن شاء الله في هذه الفترة مع بلجيكا. ايضا المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر يوم 23 و 27 سبتمبر بالاسكندريه. انهى ايضا مسؤول الاتحاد المصري لكره القدم الاتفاق على خوض وديتين للمنتخب الاول خلال شهر سبتمبر المقبل في اطار التوقف الدولي الخاص بالمنتخبات، حيث توصل مسؤول الاتحاد بالتنسيق مع شركه بريزنتيشن الراعي بريزنتيشن سبورت الراعي الرسمي للجبلية للاتفاق مع منتخب النيجر وليبيريا لمواجهتهما وديا في سبتمبر المقبل بالاسكندريه. ايضا استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني على اقامه مباراتين وديتين للفراعنه في معسكر سبتمبر المقبل، وهو الاول للمدرب البرتغالي مع منتخب الفراعنه بعد تعيينه. وقرر فيتوريا ان يكون المعسكر المقبل بالاسكندريه بعد جوله قام بها لملعبي الاسكندريه وبرج العرب التي التقى خلالها مدربي الاتحاد وسموحه وفاركو، وتاكد من جاهزيه المدينه وملاعبها لاستقبال معسكر المنتخب الاول. النهارده ايضا روي فيتوريا بيواصل سلسله زياراته، بيزور طلائع الجيش ويجتمع مع الكابتن طارق العشري، والنادي يهديه درع التكريم. زي ما قلت لحضراتكم، فيتوريا خلال هذه الفترة بيحاول ان هو او بيزور، هو مش بيحاول، هو بالفعل زار عدد كبير من الأندية المصرية للاتفاق على المراحل او على المرحلة المقبلة وكيفية إدارة المرحلة المقبلة. اعتقد ان ده ذكاء منه الحقيقة، واتمنى له طبعا كل التوفيق ان شاء الله خلال الفترة القادمة. روي فيتوريا مدير فني على مستوى عالي، نتمنى له رب كل التوفيق مع منتخبنا الوطني والبداية في معسكر سبتمبر القادم، وإن شاء الله تكون بداية جيدة. نتفرج على كأس العالم مع بعض، وبعد كأس العالم بقى نلعب تاني تصفيات كأس العالم، ونلعب إن شاء الله تصفيات كأس الأمم الأفريقية إن شاء الله. إن شاء الله روي فيتوريا ومشروع جيد مع منتخبنا الوطني. طيب، دي كانت أخبارنا النهاردة. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نقادنا الرياضيين الكبار الأستاذ جمال الزهيري والأستاذ محمود صبري والأستاذ عصام شلتوت والأستاذ عبد الحكيم أبو علم في ضيافة البيت الكبير بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، استاذنا الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك يا استاذ. منور. استاذ محمود صبري، ازيك يا استاذ محمود؟ مشرف ومنور. استاذ عبد الحكيم، ازيك يا استاذ عبد الحكيم؟ مشرف ومنور. استاذ عصام، مشرف ومنور. اهلا بيك كابتن. كله تمام؟ تمام، الدنيا كويسه الحمد لله. كويسه جدا. انتهى استاذ جمال ونهايه موسم اعتقد هو الاطول، ولا عصرت اطول من كده؟ لا، هو في احنا مواسمنا كلها طويله فعلا زي كده. اه والله، احنا بقى لنا كام موسم مش عارفين الموسم بيخلص سنة كام والساعة كام. بتلعب كاس السنة اللي فاتت السنة دي، والسنة السنة دي هتلعبها السنة الجاية، عادي يعني. لكن الحمد لله عموما على ان الموسم ده قرب يخلص.
والحمد لله على الصحه طبعا. يا رب ستر. لا الحمد لله ان هو الموسم ده ينتهي وتبقى بدايه جديده باذن الله. على مستوى الكره المصريه بشكل عام، وبالنسبه تحديدا للنادي الاهلي نتمنى باذن الله ان الامور يعني هيحصل فيه تغيرات كثيره جدا. أيوه. في صالح الكره او كره القدم في النادي الاهلي. واعتقد ان مجلس اداره النادي والمسؤولين عن الكوره بشكل عام يعني اهم حاجه شغلاهم دلوقتي هي تغيير الاوضاع القائمه في كره القدم ووضع الامور في نصابها الصحيح باذن الله. طيب استاذ محمود، سنه طويله جدا جدا فيها كل الاحداث اللي حصلت، كاس عالم يعني هيجي كاس عالم وكاس افريقيا ودوري ابطال افريقيا واحداث كثيره جدا جدا، تفتكر السنه دي احنا ممكن نشوف زيها تاني من طولها ومن اللي حصل أكيد. فيها هي كان فيها كاس عالم يا كابتن على فكره، كان كاس عالم للانديه. كاس عالم للانديه يعني كاس عالم للانديه بس كاس عالم للانديه بس لا ده هو موسم مختلف يا كابتن. لكن هو طبعا احنا مش عاوز اقول هو ضحك علينا، قال لنا كلام اترمى كلام ان احنا هنعمل شكل مختلف للمسابقه الجديده عشان نخفف الحمل ونريح اللعيبه، ثم تفاجئنا ان الامور مشيت بعد تاجيل كاس الامم الافريقيه في كوت ديفوار ليناير اللي جاي، وبعدين زي ما انت شايف الامور اترحلت مره واحده. لكن انا كنت شايف كان الانسب بامانه شديده انه ده موسم نخفف. ليه؟ لانه عندك ايه؟ بطوله افريقيا، عندك برضو التصفيات. اللي فات ولا اللي جاي؟ لا الموسم اللي جاي اللي هيبتدي. لا الموسم اللي جاي اللي هيبدا اللي هيبدا. أوكي. انت كان المفروض الكلام كله اتكلمنا فيه هنا. بس ايد مين يا استاذ محمود؟ مين ياخد القرار زي ده؟ الرابطه. لا ما هي رابطه الانديه لما عملت المساله السنه اللي فاتت وعرضتها على الانديه رفضت. والانديه رفضت. لا في حاجه اسمها الرابطه هي اللي بتدير المسؤوله. لا لانه بتتحاسب على الاخر يا كابتن. حتى استاذ محمود ثواني يا كابتن، انا المسؤول مش المسؤول. اعرف عندي ناس وعندي خبراء ومتابعين وشايف المشهد. يعني الاجانب اللي جم شافوا المشهد قال لك ايه ده، حرام عليك، ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه الدوري اللي معمول النهارده فوق وتحت وروح وجاي وتعالى ومفيش استقرار بالصوره اللي انت شايفها ده؟ أوكي. موسم طويل كان يتوجب انك تكسر الحته دي، تكسرها وبرده مش خسائرك مش هتبقى ايه؟ يعني اللي يحاول يفسرها ويلقيها في ملعب الرعاه والكلام ده، انا اجيب برده الرعاه واتكلم معاهم. ممكن تتفاوض معاهم. تتفاوض معاهم وتتكلم يعني. معاهم. يعني انا عاوز اقول لك يا كابتن كان في فرصه انك انت برده تخليهم يشيلوا نفسهم شويه برده، لكن انت ايه؟ هتكمل ليه بقى؟ طيب النهارده 30 اغسطس انتهى الموسم. كل سنه وانتم طيبين. يوم 15 سبتمبر هيبدا ايه؟ فتره الاداء. دوري ابطال لا ده قبل دوري ابطال افريقيا. دوري ابطال افريقيا. الدور الاول. الدور الاول. ها؟ خلاص؟ وقبليها مش عارف 10 سبتمبر 10 سبتمبر وبعد كده هتكمل انت ماشي على طول. هيروح داخل الاهلي في الدور الثاني في اول اكتوبر، هيدخل في ايه؟ في بدايه الدور 32 على طول. يعني انا عاوز اقول لك الموسم كده خلاصه الامر يا كابتن اسلام، انا دلوقتي عاوز اتحاد الكوره اللي هو تولى المسؤوليه في شهر يناير اللي فات اكيد عنده لجنه فنيه او ما عندوش، يطلع بقى يعمل لنا تقرير. ما عندوش يقول لنا ايجابيات الموسم وسلبياته وفنياته وكره القدم المصريه رايحه فين. ده الكلام اللي هو المفروض عمل لك التقرير وبعدين انا بس عايز اوصل معاك للاخر. ايوه لا قول يا جماعه والله احنا عندنا مشكله، اكتشفنا بعد التقييم ده احنا ما عندناش لعيبه. احنا عندنا مشكله ما عندناش لعيبه مهاريه. احنا عندنا مشكله ما عندناش ما بنعرفش ما بنعرفش ندافع ما بنعرفش نهاجم. الاهداف اللي جبناها اغلبها ما فيش تسديدات، فيش قليل الاهداف نسبتها من التسديده من الخارج ضعيفه، من الضربات الثابته كتيره، الكرات الثابته تعمل مشكله عندنا على الدفاع مش عارف ايه. يعني عاوز اقول لك ايه، انت برضو محتاج عاوز برضو يا كابتن كل الانفاق والحجم والدوله عامله شغل كبير جدا وجايبه مدربين اجانب، برضو انا عاوز اواكب وجود الناس دي، ما اجيبهاش كده تشتغل وتمشي، ما انا برضو عاوز اتعلم، ما انا عاوز برضو اطور، واطور لمين؟ واطور للي تحت. انت شايف الناتج اللي شايف في قطاعات الناشئين المختلفه اللي طالع في انفاق كبير جدا، لكن المعين يعني معين المواهب تحس انه يعني يا دوب بنقط لك، يعني ايه ما فيش حد كده بيديك اللقطه ان انت تحس ان عندك 5 6 7 8 10 لعيبه طالعين هيكسروا الدنيا في خلال الثلاث اربع سنين اللي جايين. المساله فيها ايه؟ فيها مساله قماشه بقت ضيقه، قماشه المواهب هنا عندك في مصر نتيجه ايه؟ في مصر. في مصر انا بتكلم لما تيجي دوله بحجم العظمه اللي هي فيها دي وتبقى عدد الممارسين ما يعدوش نص مليون، يعني تبقى برضه في مشكله برضه يا كابتن اسلام. يعني عايز يعني ما انا لا ما انا بكلمك ما انت تبقى تارك المساله لتحطم امال وطموحات الناشئ
من خلال اكاديميات مسمومه، اكاديميات تتاجر باحلام الصغار وكل في حاجه اسمها انه لعيب واحد عاوز يلعب كوره يدفع 25,000 جنيه، في حاجه اسمها كده؟ في واحد عاوز يدفع 100,000 جنيه يدفع عشان يتضم الفرقه في 14 سنه لو 15 سنه؟ يعني عاوز اقول لك ايه، اين الرقابه يا كابتن؟ يعني عاوز، هل انت شفت حد لعيب كوره يدفع عشان يلعب، ولا انا بجيب حد عنده موهبه وادفع له عشان يبقى معايا؟ لا، الوضع بقى ايه؟ يعني عاوز اقول لك ايه، اصبحت تحولت كرة القدم في مصر اغلبها الى تجارة، ها، تجارة رخيصة وتجارة بايه؟ ببيع الوهم لناس هم عاوزين يقنعوها انا باخد منك. بالنسبة للاكاديميات تقصد؟ طبعا. أوكي. لا ده في مشكلة. الا بص، نسبة لا تتعدى كابتن اسلام نسبة 1%، ولا في 1%. لا لا، هنقول لك في ناس يعني شغالة بتجيب وتصرف وتنفق، ها، وجايبة ايه؟ في اكاديميات جايبة خبراء، يعني جايبة مدربين اجانب في مصر بيجيبوا بيكتشفوا وبيروحوا. يعني اكتشفنا في الصعيد عندنا فينا لقينا ناس جايه من انجلترا بيفتشوا في انا وفي ابو تشت وفي نجا حمادي، وجايبين ناس معاهم وخبراء نفسيين وجايبين كاميرات. مجرد دعوات لما الناس يعني لقوا يا محمود، مجرد دعوات لما الناس لقوا ان هذا العدد الوافر، لان كله تحت مسمى فاونديشن. مفيش النموذج اللي معمول في افريقيا ان ياخد الولد واسرته كمان لمعادله ثقافيه واجتماعيه. كل ده كله من اول ابو 50,000 لغايه حلم الناس الطيبه الطبقه العظمى من الشعب اللي بيعدي بميكروباص ب 300 جنيه في الشهر و 400 جنيه والست عيني تروح تعمل جمعيه علشان الكابتن دبوس والكابتن مش عارف مين يعدي ياخد الولاد. ولا رقيب ولا حسيب. لا ده بجد يا كابتن. أيوة صح. لانها متدرجه على فكره، كلها متدرجه يا كابتن. وبالتالي ده ولابد ان هو يخش فعلا اللي قاله محمود، اتحاد الكره في كل حته في العالم، اي اتحاد طبعا لا يفكروا احنا عايزينهم يعملوا للعالم كله الاتحاد بتاعنا، لابد مع انتهاء موسمه انه يقدم للاعلام اللي هيقدم للراي العام الموسم كاملا، يبقى اعاده قراءه كده. ما هو مبدئيا الاهداف وافضل ما في المسابقه واسوء. بس كمل، اسيبك تكمل النقطه دي. هو مبدئيا هيقول لك ايه؟ هيقول لك ان انا جيت في شهر واحد والموسم بدأ من قبلها بقد كده. لا، الجهاز الإداري شغال يا كابتن إسلام. السؤال الثاني، هم التقرير اللي هيقدموه عن مميزات وإيجابيات وسلبيات المسابقة دي تنطبق على كل الأندية؟ لو أنت شايفها مش مهمة يا كابتن إسلام تبقى كارثة. أنا شايفها مش مهمة؟ لا، لو هم شايفينها لو الطرف شايفين يا عم أنت هتوجع دماغنا. ها؟ أنا شايف الكلام ده في مطار الكورة. المفروض أن يكون هناك مدير، المدير الفني للاتحاد. أيوه. ومشي فنجان. المدير الفني و... أيوه. ده فين بقى تقريره يا رئيس؟ وبيبقى معاه إدارة فنية على الأقل عن المدة. طبعًا. عن المدة اللي كان قاعدها، دي حاجة. الحاجة التانية عشان نمسك تاني الخيط، أنتوا اتكلمتوا عن المسابقة. المسابقة الآن لها جمعية عمومية اللي هي الرابطة. بالظبط كده. رابطة الأندية المحترفة. لابد أن الرابطة تدعو لجمعيتها اللي هي 18 نادي سكان دوري الدرجه الاولى. بس انا عايز اسالك سؤال في دي تحديدا، معلش، وحضراتكم برضو كلنا نتكلم فيها. هل الرابطه تملك ان هي تغير من شكل الدوري العام، بمعنى ان هي بموافقه الانديه؟ كلنا موافقين. هم الجمعيه، هم ال 18 نادي مرشحين كل واحد بشخص. عشان انا عارف ان حضراتكم فاهميني، ولكن عشان الناس تفهم. ماشي. الجمهور يفهم، اللي بيتفرج علينا يفهمنا. انه دلوقتي هل مجلس إدارة الرابطة اللي هو النائب أحمد دياب وبقي وعماد متعب وبقية الأعضاء خالد رفعت والحاج عامر حسين وبقية الناس اللي موجودة وأستاذ ثروت سويلم وبقية الناس اللي موجودة، هل المجموعة دي تملك تغيير شكل الدوري العام؟ في مواجهة مين؟ في مواجهة الأندية. ما هي الأندية أعضائها، هم الأندية. أيوة يا اللي عندهم. يعني هل دلوقتي الرابطة تقدر تطلع تقول بكرة قرار ان احنا هنلعب الدوري بدور واحد؟ لا يا كابتن، ال 18 دول معبرين اصوات 18 نادي. هل تملك؟ ما انا جاي لحضراتكم. طيب انت قلتوا كل واحد يكمل جملته. مش هيفرض، مش هيفرض، هيقعد عشان يستعرض معاهم الخسائر التي ستنال منهم باعتباري انا ممثلك وعبد الحكيم ممثل محمود صبري، هيقول له الخسائر هتبقى كذا. ثم في مندوبين الاتحاد، ليه هم في الرابطه؟ عشان حفاظا على المنتخبات المصريه، تمام، صحتها وفنيتها وكل حاجه، يحطوا ده على الترابيزه عشان يطلعوا بشكل مسابقه لموسم واحد بس. يعني القرار مش القرار في الاخر في ايد الانديه، ال 18 نادي طبعا وليس الرابطه. ما هي الرابطه يا جماعه. طيب نجيب من الاخر ده لو اطرح. ما هو يا اما الرابطه دي بس اربع تصورات، عشان حضراتكم قلتوا هنكلم الناس الانديه هتختار الشكل العادي. يا اما الرابطه دي يا استاذ جمال كابتن اسلام، يا اما الرابطه دي كيموفلاش، يا اما الرابطه دي كيموفلاش ملهاش عازه، يا اما ال 18 نادي رشحوها
علشان تدير المسابقات في مواجهة وتضع مين؟ مش في مواجهة حد، في مواجهة يعني. لا هي دلوقتي غير مصلحتهم من اوكي من مصلحته انا كرابطه، انا اسلام مثلا، مثلا يعني اسلام ده رئيس الرابطه مع المجموعه، قعدنا مع بعض اهو استاذ عصام والاستاذ عبد الحكيم والاستاذ جمال والاستاذ محمود، اتفقنا ان شكل الدوري السنه اللي جايه حفاظا على كرة القدم المصرية وحفاظا على الأندية أو الناس والصناعة والأندية والصناعة وكل حاجة هيبقى من دور واحد مثلا. مثلا تمام قامت الأندية قالت لك لا ما احنا مش عايزين من خلاص تفك الرابطة بقى ونرجع هواة تاني وخلصنا، لأنه الرابطة مقول لها في العالم. أيوة مش لا كده لا كده، أصل هي مالهاش حد. هو بس هو مش هيعمل يقدر يعمل الكلام ده برضه يا كابتن إسلام زي ما بيقول الأستاذ إسلام، غير لما هو برضو يجي تعالى يا جماعه ورقه وقلم كده رسم، تعالوا اقعدوا معايا. ده حصل السنه اللي فاتت. ايوه لما هو في الحاله دي انا من وجهه نظري اذا لم تكن الرابطه قويه وعارفه مصلحه الكوره المصريه رايحه فين يبقى لا تعالى تمشي كده. تغير اللائحه يا استاذ محمود، في حته انت تغير اللائحه، ان انت مش من حق الجمعيه العموميه اللي هم ال 18 نادي انهم يتحكموا في شكل المسابقه. انت لازم تغير لائحه في الاول قبل ما تقول ان الرابطه هي اللي تدير بالنظام اللي هي عايزاه. لا بغض النظر حكيم، في حاجه حصلت في اليونان يا جماعه وبطلها كلاتنبرج. لما الراجل كلاتنبرج مشي من التعامل مع الاتحاد رئيس الرابطه خلاه مستشار تحكيمي للرابطه. اذا الرابطه بمجرد توكيلها كل رشح عضو خلاص اوكل لها انها تدير المسابقه بعد جلسات زي ما محمود قال مع الانديه. طيب عشان طالما في جلسات مع الانديه لصالح الصناعه، اذا هم ما وافقوش انا بقول كل عضو رشح من نادي بيحترم البلد دي، لانه طبعا بيحترم نفسه، بيحترم البلد دي والصناعه والتقدم للامام، عليه انه يقول يا جماعه انا كنت جاي هنا علشان اكون بشوف مصالح بلادي وانا اتوكل على الله. برضو دي ما لقاش حل وسط، يا يقعد يا يمشي. هو في حاجه عشان الصناعه، عشان بعد اذنك هم دلوقتي حضرتك النظام اللي بتتكلم عليه، تعالى نادي زي الاهلي، خلينا نتكلم في النادي اللي احنا في القناه اللي هي بتاعت النادي الاهلي. النظام اللي حضرتك بتتكلم عليه خسر النادي الاهلي 100 مليون جنيه في السنه، مين يعوضه؟ انا كنادي اهلي مندوب نادي الاهلي لو موجود في الاجتماع اقول لك النظام اللي بتتكلم عليه انا هخسر منه 100 مليون جنيه، تعوضني الرابطه؟ تعوضني؟ معرفش. انا لا تم دلوقتي طب وده اللي انا بقوله. ما انت لما تيجي انا بكلمك على النادي اللي احنا في القناه بتاعته. طيب ولما النادي الاهلي يخسر 10 لعيبه كل واحد ثمنه 2 مليون دولار؟ لا بص بسبب ضغط المباراه ما هو خلينا نتكلم في المندوب نادي الاهلي نتكلم فيه. انا دلوقتي عندي عقد بمليار وكسور، حلو. انت لما تخفض السنه اللي فاتت ولا اللي جايه؟ اللي فاتت. انا بتكلم السنه اللي جايه، السنه اللي جايه تمام. لما تيجي تقول لي انا هخفض اعمل له دور واحد، يبقى معنى صح انت بتقلل لي عدد المباريات 10 مباريات. انت كرعاه هتيجي تقول لي انا مديك 300 350 400 مليون في السنه، ماليش دعوه بس الفضاي، انا بتكلم بالرعايه بس. لما تخفض لي جدول مباريات المسابقه للتلت يبقى انا هخفض لك الفلوس لايه؟ للتلت. التلت معناها 120 مليون. تعال بس الفضاي لو على حد لنا 150 هقول لك خفض لي 50، يبقى الناس زي النادي الاهلي يقول لك انا خسران. على فكره انا بس بتكلم مع الاستاذ عصام، هو الاستاذ عصام فاهم وجهه نظري ان انا بقول له الكلام ده ايه؟ في الاخر احنا عايزين قرار. ما هو احنا لو هنفضل كده يبقى السنه الجايه هنخلص بدل 30 8 هتخلص 30 7 على ما اتذكر. هي لازم تتعمل يا كابتن اسلام على مراحل، لازم خطه كامله. لا وعلى مراحل، اصل ما ينفعش جزئيه انك تقول خفض، لازم تبقى خطه كامله. خطه كامله تبدا من ان انت تقنين. هو يا ولدي ربنا يصلح حالك ولدي هذا عمك محمود قال لك انه هيجيب الرعاه ويقعد معاهم يتناقش معاهم. اصل الرعاه من مصلحتهم قوه المسابقه مش كامله. واذا كان الرعاه مش من مصر ان انا عاوز بتكلم بالعكس هيوافق اكتر، لان الرعاه انا بوعدك الرعاه لو لقوا الهرتله دي هياخدوا التاكسي ويرجعوا. انا بقول لحضرتك لا معلش الناس دي هو خلاص خلاص مساله اتحسمت. هو كانت اتقال كلام وبعد كده ايه خلاص عدى في الطريق وماشي وعملنا حاجه تمت خلاص تمت المتدبر على فكره ما يتعلق بالموسم الجديد مفيش تغيير في النظام ما يتعلق بالموسم. ده اللي انا بتكلم وده اللي انا عايز اوصله. خلي بالك كابتن اسلام السنه الجايه هنواجه نفس حسمت. القصه لا حسمت المساله ده الموسم الجديد اتحسم. انت عارف كان هيوفر كام يا استاذ جمال؟ يا استاذ جمال كان هيوفر كام؟ هو كان يعني كان 8 مباريات 8 اسابيع. طب ما 8 اسابيع وده 8 اسابيع ده شهرين ايه شهرين. كان هيوفر لك صح راحه ولا مش راحه؟ راحه طبعا. وبعد كده تعيد تعود المسائل اللي الى ما كانت عليه. هو الهدف ايه؟ الهدف ان احنا بنقول ايه؟ المشهد اللي انت شايفه والناس الاجانب اللي جم دول شايفين المشهد. بس طبعا عايز اقول لك مش هيقدروا يقولوا كل حاجه الاعلام طبعا. يعني حاجات بتتصرف بتتصرف كده. لكن لو جيت قعدت كل واحد فيهم تعالى اساله واقعد معاه اذا اداكوا فرصه ها هيقول لك يا ريتني ما جيت. الموضوع انتهى ولا هيقول لك كده يا ريتني ما جيت؟ انتهى خلاص الموضوع انتهى. احنا لما بنيجي نتكلم على اسباب خساره النادي الاهلي للدوري، اول من ضمن الاربع خمس اسباب اللي بنقولها ايه؟ الاجهاد اللي حصل.
يعني على فكره احنا انت ما بتقولش حاجه المخزون خلاص يعني خلص يعني ما عنديش مخزون يا جماعه مش قادر افكر خلاص هو ده قفشه هو ده شريف هو ده انا بقول ان 7-8 لعيبه اللي خدوا اكتر حاجه عملها النادي الاهلي فيها يعني تستحق وجهه نظري انها تستحق الاشاده هي راحه الثمان لاعبين ولا 7-8 لاعبين دول انا ما اعرفش عددهم يعني لكن راحه اللاعبين دي يا فندم 14 وصلنا 15 لاعب دلوقتي مثلا 15 لاعب دول انا متخيل ال 15 لاعب دول السنه الجايه هيجي باهداف اخرى وبدماغ ثانيه وخدت راحه 3 اسابيع بقى مش ولا شهر تجديد ولا كامل يعني عملت تجديد كامل لكل شيء فمثلا هل هنقعد بقى السنه الجايه نعمل كده ونقعد بنفس القعده ونقول نفس الكلام اللي هو يا جماعه ارحمونا انتوا بتحاسبونا عشان احنا وصلنا النهائي ان شاء الله لو ربنا كرمنا بس السنه دي يا كابتن اسلام ما فيهاش اي حاجه انت ممكن تخلص الدوري في شهر 5 السنه دي ما فيهاش اي التزام انت ما عندكش اي التزام يا كاس عالم كاس توقف شهر اهو اوكي شهر ماشي طيب ماشي لا مفيش غيره مفيش غيره كابتن عندك منتخب اولمبي تصفيات وعندك تصفيات امم افريقيا بس على فكره هو في شهر 3 بس استاذ عبد الحكيم في شهر 3 بس مفيش غيره عبد الحكيم كلامه صح عارف ليه لانه السنه اللي فاتت دي احنا لعبنا ايه كاس امم افريقيا لعبنا كل حاجه بطوله عربيه كل حاجه بطوله عربيه دوري ابطال افريقيا ده كاس امم افريقيا يا كابتن اتوقف من 25/12 ل 15 فبراير صح صح 15 فبراير وبعديها كاس العالم وبعد كده الاهلي راح كاس عالم ودوري ابطال افريقيا والكونفدراليه الاربع انديه مصريه وعندك تصفيات امم افريقيا تصفيات كاس عالم فانت بتتكلم في اجندات كتير جدا السنه ما عندكش غير تصفيات امم افريقيا ودي في شهر 3 يعني ما عندكش اي التزام تاني طيب يبقى خلاص يبقى ليه بنتكلم اساسا في شهر الدوريات الاوروبيه خدت الراحه بتاعتها خلصت الموسم الرياضي في شهر 5 وخدت الراحات بتاعتها ورجعوا الموسم الجديد واحنا لسه ما خلصناش بين الاسبوع الثاني والثالث الموضوع بس يا استاذ عصام محتاج ايه ان حتى لو انت اولا الشكل العادي بتاع الدوري ده هو الافضل هو ده اللي على مستوى العالم كله مفيش حاجه اسمها طبيعي. دوري طبيعي ايوه مفيش حاجه اسمها دوري دور واحد ودور مجموعات مش عارف الكلام ايه والكلام ده يبقى انت لازم تبقى عندك دوري اللي هو بشكله العادي عايز تظبطه اظبطه على مدار موسمين ثلاثه يعني السنه دي تظبطه ايوه يعني تظبط مواعيده اخر خمسه لا تظبط مواعيده مع العالم كله اوكي واخد بالك كابتن أوكي. يعني انت لازم مشكلتك ان انت مواعيدك غير مواعيد الدنيا كلها مواعيد الدوري المصري انت غير صحيح صحيح حتى افريقيا انا عندي ظبطت نفسها مع اوروبا ولاد شباب شباب مش عارفين يعملوا ايه هيعملوا ايه لانه مش عارفين الفرق بتاعتهم هتنزل درجه ثانيه ولا السيستم مش مظبوط هتعمل ايه ولا عايز نفس النظام ده يا كابتن فيه خسائر اقتصاديه على الانديه يعني مثلا نادي زي الاهلي مش عارف يسوق لعيبته مش عارف يسوق لعيبته ايوه لان انا مضطر ان انا اخد اسلام او مضطر ان انا ابيع اسلام او امشي اسلام مواعيد القيد مختلفه كل حاجه مختلفه لازم بقى اهم حاجه تعملها رابطه الانديه ان هي ترجعنا عندي وعد أيوة. من النائب احمد ترجعنا للمنظومه لو حضراتكم عايزين تسالوا اي العالميه لانه انا مترجعنا ازاي يعني تظبط مواعيدك مع العالم كنت كله كنت متوقع يا رئيس ان هو يطلع فيه البيان اللي اتقال فيه الموسم الجديد انه يا جماعه السنه الجايه باذن الله الدوري 16 نادي لا يجبر احد ايوه 16 نادي لان هو ده كان الاتفاق ثانيه يا كابتن الاتفاق كان كده من ايام المهندس هاني ابو ريده يا رئيس لما اتعمل المهندس هاني ابو ريده اتعمل ثانيه هو اجلها سنه هاني ابو ريده عملها يا فندم سؤال المفروض الكلام بيقوله استاذ محمود صح أيوة. تنزل 14 نادي كمان كويس جدا على فكره يا شباب حطوا لنا دي لو المفروض النائب احمد دياب معانا بكره على التليفون يعني ده المفروض كان هيبقى معانا النهارده فبكره المهندس هاني ابو ريده هنساله الاسئله دي هنساله المهندس هاني ابو ريده لما في الفتره لما كان رئيس مجلس اداره اتحط الى مكان الدوري 20 نادي قال لك الموسم اللي جاي هيبقى كام؟ 18 18 هتبقى كام؟ 16 ها؟ قالوا كده لغايه 16 كويس الناس قالت ماشي 16 ماشي كان المفروض انه يتم الاخذ بتوصيات لانه دي مش قرارات شخصيه دي قرارات جمعيه عموميه وناس بتتفق عليها كده انت كده المفروض تعمل انت عارف دلوقتي كل الناس تقول لك ايه لا ده هو اجل هو كمجلس اداره اجل عشان انديه زعلت اجله يا رئيس بالظبط كده هو المفروض يعلن يا رئيس مثلا يا جماعه خلي بالكم السنه اللي الدوري اللي مش ده الدوري اللي جاي هيبقى هو ده الهابطين ايوه دلوقتي الهابطين 5 وهيبقى الصاعدين 3 وخلاص خلصت كده هي مرحله انتقاليه كمان اسمها كده تمام مش 16 بس السنه غير كده ما انت عاوز تكمل خلاص كمل المفروض 14 قليل قوي احكي لي 16 وعلى حاجه 16 كويسه ماشي 14 قليل قوي احنا بلد كبير انت لو تفتكر انت لو تفتكر السنه اللي لعبنا فيها 16 دي كانت احنا لعبنا كام سنه 16 لا عايز اسيرش مش يعني انا فاكر في سنه بقى لها سنين شوفوها لي شوفوها لي وقولوا لي لانه انا فاكر ان في سنه 16 دي كانت جامده جدا طبعا
كانت المستوى الفني انا بتكلم عن المستوى. المتوجة. تخيل بقى، تخيلوا بقى المتوجة بتبقى يوم الجمعه زينا زي كل خلق الله يعني، قصدي في الويك اند يعني. تخيل حضرتك بقى استاذ عصام، تخيلوا حضراتكم كده معايا، ده امل او ده حلم انا كنت لسه بتكلم فيه والله. يعني انا كنت بتكلم في ايه، ان الاولمبي يعود للدوري الممتاز، ودمياط يعود للدوري الممتاز، والمنصوره تعود للدوري. ده حلم ده. نعم ده حلم كبير قوي. وبلديه المحله بعد القرارات الاخرانيه، منتخب السويس. لا طبعا صعب صعب بعد القرارات الاخرانيه دي، لكن انا انا بحلم. طب لازم تحلم ده. وبعدين الاقي مثلا الاهلي وبيلعب المنصوره في المنصوره في استاد المنصوره، هتلاقي استاد المنصوره ده عامل ازاي؟ مليان. واستاد المنصوره بس والبقال اللي يعني في المنصوره. أنا بتكلم. ولوكنده المنصوره. واوتيل المنصوره. وحنطور اللي في المنصوره. وحنطور المنصوره وبتاعت يا كابتن بص، لما الرعاه يشاركوا الانديه الشعبيه، وده قرار سيادي بقى، خلينا ساكتين عشان ده ملف خطير جدا. يرجع بيزنس الكوره وصناعتها زي ما حضرتك عايز. لكن كله ساكت مقابل حاجات واصحاب وحبايب. هو الحقيقه بعد تغيير فلسفه المال النظيف يفترض انه يقول ليه، لان انت ما عندكش ايرادات، قول لي جبت المصروفات منين. وعرفنا كلنا ان ما ينفعش واحد يقول لك من بيت ابوي، ما فيش بيت ابوي هنا، في بعت بكام واشتريت بكام، تذكرتك بكام، عشان نعمل اللي بعدها بقى. هو انت لما ضميت جمال الزهيري المبيعات زادت ولا لا؟ انما كمان تضم جمال الزهيري وخلاص؟ لا زادت. لا المبيعات زادت. تيشيرتات زياده ولا لا؟ انا بقول لحضرتك بلع التذاكر زاد ولا لا؟ ده هو ملف. هو الاخوه بقى اللي انت بتقول عليهم رابطه، واللي انت بتقول عليهم اتحاد، ما حدش عايز يجي جنبه. تخيل حضرتك، تخيل حضرتك. لا لا ازاي، احنا هنتكلم والله ما عايزين يجي جنبه. لا لا انا بتكلم على الجماهير. لا لا انا بتكلم على الجماهير. والجماهير صاحبه قرار يا كابتن. لا يا استاذ عصام، انا عايز الجماهير ترجع المباريات. ترجع ازاي يا كابتن؟ عاوزين نعرف جمهور مين يا كابتن اللي هيرجع. جمهور يروح بعلبه وبتاع. جمهور الاتحاد يرجع. طب مين تاني غير الاتحاد والاهلي والزمالك والمصري والاسماعيلي، مين تاني عنده جمهور؟ هو الانديه الشعبيه يعني. انت عايز توصل لايه؟ ما هو بس هو كده، مفيش حد تاني. دول الفاضلين بس. التلفزيون دي بس. دول الفاضلين بس. هم دول اللي فاضلين. ما هو ده اللي انا بقول لك، نفسي اشوف مباريات زي دي. ايوه. انت فاكر ماتشات الاهلي؟ فاكرين؟ مش انا اللي هتكلم في النقط دي، لكن هل حضراتكم فاكرين ماتشات الاهلي والاتحاد زمان؟ طبعا. طبعا. قبل 2010 كانت عامله ازاي؟ طبعا. امال ايه؟ انا بقول حضرتك لغايه 2004، لغايه 2004 2003 2004 كانت 14 نادي. 2000 لغايه 5 2006، ومن 2005 2006 لغايه 10 16 نادي. الفتره دي بعد كده 18 و20 ومجموعتين وهكذا وهكذا. الفتره دي لو خلينا بقى نفتكر 6 و8 و10 فوز منتخب مصر بطوله افريقيا. افريقيا 6 و8 و10 وماتشات كاس القارات اللي عملناها. بس كان في نقطه ثانيه، ان انت كنت عندك اثنين محترفين بس. كان عندك ايه؟ كنت اثنين محترفين ماشي. بس ماشي، لكن انت بتتكلم على الاساس 14 نادي بالكثير قوي 16 نادي. هو ده اهي الفتره، اهي لغايه 2010 حصل فيها كده. شفت انت بقى؟ تخيل بقى ال 14 ولا 16 نادي دول كمان يا استاذ عصام، الانديه اللي انا بقول لك عليها دي. خلينا نتخيل يعني. نتخيل ازاي اذا كان في حد قفز وخد الحلم ده؟ ما هو انت اللي تخيلته ده لما كان يوم السويس مرعب، يوم المنصورة مرعب. وهكذا دواليك دواليك. دمنهور يا راجل كانت في الدوري الممتاز ولا حصة وعندها استادين. المنيا يا راجل في الصعيد. لكن النهاردة المنيا هشام عبد الرسول ده كان بيبقى تعالى الموتش. شجع بوجبة يعني. هل ده يعقل في الدنيا؟ مع انك تقدر. انت على فكرة اداراتنا بها جدا بجد اضافت كثير جدا في وقت هي اللي انقذت الكرة المصرية بمنشآت. افتح بقى المنشآت دي أندية للناس وشارك زي كل العالم. هو الشركة اللي جاي للنادي الأهلي دي ما كانت تقدر تشتري لعيبة وتعمل نادي، لكن ما ينفعش. ينفع بس تبقى براند على نادي شعبي، يكسبوا هما الاثنين قد اللي بيعملوه دلوقتي مليون ألف مرة، وكسبت الدعاية والإعلان. لكن ده عايز قرار سيادي، إن دول يبقوا شراكة مع دول بأرباح خرافية وفرص عمل وكلام بقى. مش محتاج حلم، محتاج بسم الله الرحمن الرحيم. قررنا 1 2 3. هطلع فاصل، وبعد الفاصل هرجع اسال اساتذتنا في الفلسفه الجديده اللي ماشيه في موضوع الرعايه. بمعنى يعني انا وانا في كلامي في المقدمه اتكلمت على ان قيمه النادي الاهلي هتبان، مع انها هي باينه، لكن انا اقصد بقى من غير كلام هتبان بالارقام خلال الفتره اللي جايه. ازاي؟ من خلال عقد رعايه ومسوق حصري غير زمان. يعني فلسفه التسويق نقلة وفلسفه رائعة. نقله
فيها اعتقد لكل الانديه الجماهيريه هيبقى ليها نقله كبيره جدا. فعايز اعرف راي اساتذتنا، لكن نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم في هذا الامر لانه امر مهم جدا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. طيب عايزين نتكلم على هذه، انا كنت بضحك على ايه، كان الاستاذ عصام قال نكته لطيفه الحقيقه في كده واحنا قال للاستاذ احمد دياب هيدخل مع حضرتك بكره يرد على التساؤلات، واحنا بنقول للاستاذ احمد مجاهد قلنا له يرد كذا مره ما ردش. ليس كل ما يقال يعرف، لازم اعرفه خالص، ليس كل ما يعرف. مش الحلقه اللي قبل اللي عدت قلنا الاستاذ محمود طرح حاجات كنا عايزينه يطلع يقول على موضوع ابراهيم عادل وعلى كذا حاجه، المفروض يطلع طالع للنائب احمد دياب، هو المفروض يطلع معنا يرد بقى. ده اللي كنا اتمنى احنا يعني انا شخصيا هنا ومن خلال كل القناه بنتيح الفرصه للجميع. بس هو في الجزائر مش فاضي. مين؟ الاستاذ احمد مجاهد بيعمل ايه؟ كل بطولة عربية هو موجود فيها الراجل، ما بيسيبش يعني. أوكي. عضو اللجنة العليا المنظمة، هو اللجنة المنظمة اللجنة في الاتحاد العربي. طيب. ايوه والاتحاد الافريقي. ماشي، اتمنى لو طبعا الاستاذ احمد مجاهد لو يرد على كلام الاستاذ محمود اللي قاله من حلقتين ثلاثة أربعة، حلقتين ثلاثة أربعة كده، يبقى احنا برضو جاهزين ما عندناش أي مشكلة إن هو يخش ويرد. ايه ما قلتش؟ ايه قلت تنفي؟ لا تنفي ولا ايه؟ ونامل ان الرابطه برضو نامل ان الرابطه برضو ايوه تبقى يعني تبقى شبه العالم، يعني ما تبقاش افتكاسه خاصه بينا احنا، تبقى رابطه بتاخد مرتبات او مقابل يعني زي كل العالم، لان هو طباخ لما يقول للناس هبيع لكم الدوري ب 30,000 يبقى كل واحد من الاعضاء عنده بونص، عشان ما حدش يفضل يقول ايه ماما مصر ونحن مع مصر وانا بضيع وقت عشان مصر. مصر عايزه اولادها برضو بكسيبه عادي يعني ما فيهاش حاجه وينتجوا وحاجات كده، ليه احنا بننزع للفكره دي في عصر يعني الاحلام كلها محترفه؟ الناس تيجي تفهمنا ان فتلاقي ده بقى مشتبك مع نادي وشركه وفي نفس الوقت مش عارف ايه ومدرب مدير كوره وراجل تاني حكم مدير كوره وبيصور مع الصفقات الجديده ولا احد يحرك ساكنا، والرابطه في مشاهد بتشوفها ملهاش دعوه كانها ملهاش دعوه. يعني اهم حاجه في الرابطه السنه الجايه يا استاذ سام، فالاسئله دي مهمه والله. لجنه الحكام حان الوقت انه لجنه الحكام تنضم للرابطه. ده طبيعي، ده طبيعي، لان مين اللي بيدير المسابقه؟ الرابطه. انا اتصور المسؤول. وعلى فكره نجاح في ملف الحكام ده هيبقى من اهم الملفات يعني لو حصل تغيير. طب هل انت ملاحظ تغير قبل ما نتكلم في الموضوع اللي احنا فتحناه من شويه، انت ملاحظ تغير في الثلاث اربع؟ في تغير. في تغير الافضل ولا في تغير؟ لا في تغير للافضل. ليه؟ للافضل لانه كل اللي بيتكلموا المدربين الاجانب كلهم عملوا تقارير زي ما احنا اتكلمنا فيها قلنا صح، قال لك انه نسبه الكوره في المباراه هنا 35 دقيقة 30 35 40 دي نسبة خطيرة جدا، مفيش قليلة جدا، الكورة قليلة جدا. حتى فيتوريا نفسه قال كده، حتى الراجل البرازيلي قال كده مستغربين. فهم دلوقتي أكيد يعني لجنة حكام والراجل طالب المعسكر اللي هو طلبه، طلب حاجات إيه؟ إضافية، طلب حاجات حتى الفار، طلب الكاميرات، طلب تعديل حاجات مهمة جدا، السماعات، طلب شغل كبير جدا. يا رب من ضمن الأمور اللي خلتنا ما نلعبش الماتشات كلها في وقت واحد اللي هو اخر ماتش ده، عشان اربع ما عندكش اربع اجهزه، لا في اكتر، ولكن ما تاخدش الماتشات، تاخد اربع ماتشات. كلايتنبرج طلب ان يقعد مع المخرجين بتوع التلفزيون عشان يبقى عدد الكاميرات وترتيبهم واماكنهم في الملعب. أيوة. انا تخليها في ماتش 8 مثلا وفي ماتش ثاني 12 وفي ماتش ثاني 20 مثلا، لما تخليها كلها مره واحده. وبعدين اسال سؤال، والاماكن دلوقتي انت كمان بادي هتبدا سيزون جديد على فكره على اللعب بالنهار، يعني تغلبت الماتشات هتبقى 3 ل 4 زي زمان، وحشتنا يعني من كم زمان كان 3 ل 4 ماتش زمان. هتلعب زي خلاص الغالبيه يبقى كده في ماتش. بس كنا بنلعب يا استاذ محمود الجمعه والحد، دلوقتي ايوه الجمعه دلوقتي ممكن تعمل مانشيت انت اقبضوا على هؤلاء. لا. ليه 3 و4 اللي في الملعب دول كجمهور مين؟ يا اما واحد سايب الشغل. أيوة. يا اما واحد ما راحش الجامعه او المدرسه. مشكله يا جماعه، ممكن مشكله كده برضه، ما هي ممكن لازم مصر ترجع بزهوها، ممكن ترجع جمعه وسبت حتى. ايوه 100 تبقى كده، هو ده سبت حد. ده من ضمن إيه الاسئله برضه التقسيمه. الاستاذ احمد دياب برضه لا يعني بطالبه بتوضيح، الجمهور عاوزين يعني عاوزين ايه؟ عاوزين قرار حاسم. نفسنا يتقال انه مثلا يا جماعه السماح بحضور 20,000 25,000 اوكي، يعني عندك انت عندك القدرات والملاعب جاهزه وتجهيز كل الكلام ده مهم. نفسنا نعمل حاجه قلناها قبل كده وطرحناها، عاوزين جائزه
مهمه جدا لاحسن اخلاق في الدوري المصري. احسن لاعب، احسن اخلاق، احسن لاعب عمل لقطه يعني ايه مست الناس كده. حد يعني لازم نعلي من قيمه الاخلاق ونحافظ عليها. كل دور مجتمعي برضه. طبعا الكلام ده يبقى اللعيب اللي هو ليه دور واقف. ما دي مساله مش مساله كره قدم يا جماعه، ده كره قدم ده حكايه كبيره جدا. تعدت المراحل وانتم شايفين، شوفوا صلاح بيعمل ايه. ها شوف صلاح مع جمهور ليفربول، الحاجات الدعايه اللي بتتعمل اللي لما راح للست البيت لسه من كام يوم مصورين ويعبص ويروح يخبط على الجماهير. ده بيحصل هنا مع احدى الشركات يعني بالمناسبه. بص يعني حتى كل ده، حتى لو كان ده كل ده شغل معمول من شركات دعايه خاصه بيه هو او حتى معمول للنادي بيعملها، لكنه في محله برضه ده كلام انسانيات زي ما انت عايز. لازم تحس يا كابتن اسلام برضو انت كنجم والناس بتحبك ولازم لازم يبقى لك دور طبعا. فانا عاوز اقول ايه برضو الرابطه ان هي ترجع تاخد لجنه الحكام، ده هيبقى قرار تاريخي مهم جدا بالنسبه لها. دي حاجه تانية، عوده الجمهور ده هيبقى يعني نقله وعاده لروح الناس كلها منتظراه. جمهورنا ما بقى 20 و30 و40 وعندنا يا جماعه وشفنا ماتشات كبيره كلها احنا شفناها ونقدر عندنا نقدر نسيطر على الكلام ده والمخاوف يعني. يعني مش عاوزين نطلع، عاوزين نطلع من الدايره. ودايما الاجانب حتى نفسهم يعني يقول لك ليه تلعب من غير جمهور؟ ما برضه ما عندكش المبرر وانت شايف الناس رايحه، واللي هيروح من خلال تذكرتي عامله دور كبير جدا مهم جدا، والناس معروفه بالاسم وبالبطاقه وبالعنوان. ولو انت خرجت على النص وقلنا وحكينا وقلنا تستطيع انك تضبط الامور بقانونك اللي انت حاطه، قانون الشغب، واقدر اعاقب واجيب واجيبك واروح لك بيتك اجيبك منه انت عملت اي تصرف مش مسؤول. يعني انا عاوز اقول ايه، زي ما مثلا حصل في قرار اللي حصل في الاعتداء على الباص بتاع النادي، لما صدر قرار من الرابطه و طلع مثلا بحرمان الاسماعيلي، رغم ان انا كنت اتمنى يكون في قرار اقوى من كده. يعني حرمانه لنهايه الموسم، خلاص الموسم خلص. لا ده كان حرمانه من ده والموسم اللي جاي كمان على الاقل قد ست مباريات قد ثمان مباريات، لانه اللي حصل برضو امر في غايه الخوض، لكن ما تضمنش رد فعل الطرف الاخر. لو شعر انك انت ما حافظتلوش على حقوقه بالصوره هتضطر تدالي ان هو يتدخل انه ياخد حقه بايده. فعاوز اقول ان القانون اللي اتعمل وقانون الرياضه اللي اتعمل الحالي يتضمن فقرات من قانون الشغب، دي مهمه جدا لابد انها تظهر وتكون رادع لكل من يفكر للخروج عن النص. فاعتقد انه الرابطه عملت جهد كبير في الفتره اللي فاتت، بامكانها انها تجود كمان في الافضل في الموسم اللي جاي يعني. يا رب يعني. بيني وبينك لو ده حصل يا استاذ محمود هو ده اللي كلنا بنسعى له. حضرتك في مكانك استاذ جمال، استاذ عصام، استاذ عبد الحكيم، كل واحد في مكانه. سعيد قوي بالحلقه دي، كلها امنيات واحلام. ما هنعمل ايه؟ روعه. والله يعني حتى اتفرج يعني. انت عارف انا نفسي فيها استاذ جمال، لان كلها حاجات جميله. لا انا نفسي بس ايه، محتاجين انها تترجم نرجع الساعه وتاخد وقتها. لا وتاخد وقتها يا جماعه في التنفيذ. يعني موضوع مثلا عوده الجمهور، تفتكر ان الدوله مش عاوزة ترجع الجمهور؟ لا هي واخداه، بتنتظر واخداه مرحليا، برنامج على بعض. لا واخداه مرحليا. أيوة. وكمان لما الجمهور نفسه يثبت، ما هو في تجربة تذكرتي هي اللي بتتحكم في هذا الأمر، وهي اللي عاملة برنامج زمني لعودة الجمهور. بس عودة الجمهور لا يمكن تكون بقرار كده، لازم تاخد تجربة على ارض الواقع. هي اللي حصلت دي زي ما استاذ محمود قال يا استاذ جمال، وكانت ناجحه برضه. هتلاقي المسؤول اللي هو الرابطه باع الكاميرات، جاب الناس الوندد دول. فبالتالي الدوله تجد ان الامن مش هيكون في مواجهه الناس، هيكون كل واحد شايف شغله. وقتها يقول لك خد 100,000. هو عايز الناس هي وهو قرار العمل. ليس قرار الرابطه، الله ينور عليك، هو قرار الدوله اللي هي ممثله في الاجهزه الامنيه و الشركة المسؤولة عن شباب والوزارة التذاكر بس طبعا. بس بشرط يا جماعة ان هم يطبقوا الحاجات. اصل الدولة مش هينفع تبعت الشرطة لا. علشان هي اللي تطلع طبعا. لا ما ليه اخترعوا امن الملاعب؟ ما ده اللي عايزين نقوله لسيادة النائب. 100,000 واحد من خريج التربية الرياضية وكورسز تتعمل لهم ويروحوا، دول امن الملاعب. الشرطة تيجي لما يطلبوها في حد بره عمل حاجة غلط، بره الملاعب، زي السلمات في وسط البلد، زي كل حاجة. ليه بنحط الناس في مواجهة مع الشرطة؟ انت لو طبقت له ده
زي ما حصل في قرار جمهور الاسماعيلي وما يزعلش ممن اخطاوا وما يداريش عليهم. مش يطلع رئيس النادي يحتفل بان اللي غلط مبروك علينا ان احنا رجعناه. لا يا سيدي، لا هو ما رجعش، هو طلع بس على ذمه القضيه. انا بقول يعني وبالتالي خلاص عايزينه هو يتهذب، احنا مش عايزين الولاد حد ينتقم منهم، نعلمه ده. صدقني لو راحوا بمشروع، امال ايه الدوله ازاي بتسمح ب 80,000 و90,000 في المناسبات الكبرى؟ بيروح حد يعرض عليها لا قلق يعني. احنا مستعدين، كاميراتنا شغاله فندم كذا، عشان هي ما تشيلش فاتوره. والحقيقه ما حدث في مباراه الاهلي والاسماعيلي وجمهور الاسماعيلي تحديدا، يعني اعتقد ان ده درس كبير لما هو قادم. وبعدين يعني انا بعتقد برضو ان اللي حصل ما كانش فيه قسوه على الولاد دول. لا ده كاميرات جايه يعني دول ناس موجودين بصورهم بوشوشهم معروفين وكل المعلومات متوفره عنهم. وبعدين ما انتش ما حرمتوش من التعليم، انت حرمته من المباريات اللي هو انت اصلا الراجل بتستمتع. في ناس طالعه الدافع تقول لك الحادثه حصلت بره، ما لناش دعوه بالملعب. لا ما هو مش عايز اقول لك، بس لا ما هي معلش اللي عايز يقول هيطلع اصوات كتير غريبه يعني. كل واحد عاوز يقول اللي هو عاوز يقوله. الامر الواقع بيقول ايه يا استاذ محمود؟ ما تم الحقيقه كان رائع، انه ما تم بشكل محترم جدا واحترافي ودون الحق ضرر بالولاد نفسهم. يعني ما حدش هيزايد، لا اتحرموا من التعليم ولا اتحرموا من الاكل ولا يعني ولا هي اهانه يا استاذ جمال. ده حتى تدريب على الثواب والعقاب، انه يعرف امتى غلطان وامتى صح. مش عايز افكرك، بتشوفه في العالم كله الكلام ده يا استاذ. عايز افكرك ببعض الدول لما كانوا منتخباتها تاثر في بطوله دوليه يا كابتن اسلام، كانوا بيرجعوا على العنبوكه. انا بتكلم بوش كده، كثير من انا حضرت في دول والله ما كان هناك حل لاصلاح اللاعبين غير ان هم يتاخدوا على المعسكر. مفيش دلال، مفيش هزار. انت بيصرف عليك مبالغ قد كده عشان الشعب. تروح من مال الشعب. والله العظيم يا كابتن اسلام دول، بس انا مش عايز اذكرها. لا بيرجعوا من المطار من الطياره مباشره على معسكر تهذيب. طبعا ما عدا ان يكون عامل اللي عليه، لكن تهاون وكذا. والله يا استاذ عصام كانوا بيتحلق لهم طبعا زيرو. في نقطه بس يا كابتن اسلام معلش يا استاذ جمال، استاذ محمود لما اتكلم على الدوري اللي هو 16 و14 ده لازم واجبار لازم تعمله، لان انت من السنه اللي بعد الجايه في اربع بطولات للكاف، اربع بطولات يعني هيبقى ثمان انديه تشارك فيها. دور السوبر الافريقي، الكونفدراليه، الشامبيونز ليج، دور ابطال افريقيا مستمر تمام، وعندك في بطوله ثانيه لسه بيتناشوا فيها اللي هي الكونفدراليه، زي بتبقى مشابهه لدوري السوبر او زي دوري المؤتمر. هيبقى اربع بطولات بخلاف السوبر الافريقي اللي هو يبقى هتبقى عندك اربع بطولات للكاف هيشارك فيها ثمان انديه، والبطوله العربيه 2 × 10. حلو. دي كلها مسابقات تبقى سنه. ودوري وكاس مصر وكاس رابطه. وكاس رابطه ودوري سوبر محلي وبطوله سوبر محلي. امان بقول لك تغير المنتخبات. نلعب كل يوم بقى. نلعب كل يوم. لا لانه كاس السوبر الافريقي، السوبر الانديه هيبقى 25 مباراه. دوري السوبر الافريقي. لو انت كان دوري السوبر الافريقي اللي هيتعمل هيبقى 25 مباراه لغايه المباراه النهائيه. 25؟ 25. فانت احسب بقى حسبتك. وحتى يعني انا معترض على المسمى. انا كنت اتمنى من رئيس الاتحاد الافريقي يكون عنده بعض هو واللي حواليه. طب ما دوري ابطال افريقيا تطورها وديها نفس المميزات، يعني ليه بتعمل حاجات؟ هو بس عنده يعني عايز وعاء اعلاني جديد، لانه دي بالشراكه مع الفيفا في 100 مليون دولار تقريبا من شركات يعني راعيه، عايزين لها وعاء جديد. لا مش عايزين البطوله هي ابطال افريقيا، هو ماضيها اعتقد 5 سنين ولا 6 سنين، فلازم يخلصوا دوري السوبر الافريقي غير دوري ابطال افريقيا. فبقول لك لازم الاستاذ محمود قال عليه. انا عارف ان ده غير ده، لكن الاستاذ محمود بيتكلم ليه ما لغاش او ليه ما طورش دوري ابطال افريقيا؟ بس هو عيب عموما على لا هو الاستاذ محمود اللي قاله ان الانديه لازم الانديه تنزل من 18 تنزل ل 16 او 14، ده هيبقى اجباري عليك مش هيبقى مزاج. والتقسيمه برضه اللي انت قصدك الدوري المحلي. الدوري المحلي شرق واحد وغرب واحد. بس خلي بالك انت بتطلع كم واحد؟ انت بتطلع 8 منها هتطلع. بس هي دي فيها برضو من البورد بتاع الكاف، يعني يسمحوا لنا برضو نقول لهم انتوا اهالينا واحنا بنفهم. فيها برضو جزء ايه عايزين يقولوا للشرق والجنوب والغرب، احنا هنخف لكم شويه يعني سطوه الشمال العربي الافريقي، يعني التقسيم الجغرافي فيها باينه يعني. المهم واضحه مش عايز اتكلم. هو هيخليكم تطحنوا في بعض. ايوه. وفي الاخر ناخد اربعه يطلعوا نجيبهم لكم مستويين. بس هو في الاخر الاربعه دول يعني اصل هي انا على فكره هي 21 ماتش. 21 مباراه. 21 اللي هيوصل للنهائي. اللي هيوصل للفاينل. اللي هيوصل اربع ماتشات بيلعب كل اسبوع بقى. فانت يعني تقريبا هتلعب كل اسبوع يعني.
بلاش يلعب دوري بقى ويلعب. ما هي دي ميزه يا استاذ جمال تقليل العدد عشان لعيبك يلعب اللي هو العدد الدولي من المباريات فيبقى جاهز لمنتخب بلاده. وعلى فكره دي فرصه انك تقوي دوري الدرجه الثانيه، لان انت لما تنزل العدد هيبقى اذا عدد تحت يزيد تبقى ممكن تعرف تسوق دوري الدرجه الثانيه. لما تعمل الانديه 14 اللي فوق تعرف تسوق دوري الدرجه الثانيه. بس ده لازم يبقى مشروع متكامل. يعني انا فاكر في مصر اتعمل دوري القسم ليه عملوه قسم الف وب الدوري الممتاز. لا حمد كابتن شياجي كان عمل ايه يا كابتن اسلام؟ ما بقى مش دوري درجه اولى وثانيه، الاولى والثانيه والثالثه، لا عمل الدوري مكون من ألف قسمين الف وب صح. وكان ب على فكره قوي جدا، معرفش ليه عشان كان في الانديه الشعبيه والكابتن شياجي عشان كان ساعتها في فوره حمد الله يرحمه في فوره حماس في الجمعيه والكابتن سمير قال له اتصرف معاهم بس كانت كويسه جدا على طبعا فكرة. فراح عامل ايه يعني ممتاز اللي هي بتكمل كلامك بس كانوا بنفس العدد تهتم بالاثنين دوري القسم الاول يعني الف وب ب ده لازم يبقى في نفس قوه دوري الف. هي يا استاذ جمال انت لو عملت 14 نادي هتنزل تحت هيبقى العدد كبير. ايوه لا للاجراءات الاستثنائيه بقى أساساً. يبقى فوق اللي هو البريمير وتحت اللي هو الشامبيون ليج زي ما بيتلعب بره او دوري الدرجه الثانيه. انت عارف احنا بنتعامل يعني معاه دلوقتي على اساس ايه؟ انه عيب قوي نقول دوري الدرجه الثانيه. ايوه ليه؟ عيب ليه؟ عيب درجه ثانيه؟ ما هي من ساعه به دي وهي ده الف وب ممتاز. ممتاز الف وممتاز ب. قال يعني ايه؟ عارف جايب له بدله الممتاز لا جايب له درجه ثانيه. درجه ثانيه تخيل. ما هو ده ما هو الدرجه الثانيه ثالثه وبعدين رابعه والرابعه ايوه يعني اضاف درجه زياده. أيوة هي الفكره بقى ايه؟ هل انت فعلا مهتم بانك تعمل له دوري كويس ولا بتشتري له بدله ومن جوه القميص مقطع؟ انت فاكر طبعا كده. انت فاكر طبعا وحضرتك فاكر زادوا ازاي؟ زادوا كل موسم بيتجامل ناديين فبعد ما كانت مجموعه واحده 18 زي اللي فوق بقى 20 22 26 28 34 فبدات تبقى مجموعات لكن هو كان بادئ صح واحد واثنين بس انت فاكرها معايا انا عشتها دي يعني كانت كلنا الموسم اللي بعد جاي هنبقى كارثي. الموسم اللي بعد جاي كارثي في كل حاجه. اشمعنى؟ ما انت هيبقى عندك الاربع بطولات دول وبطوله عربيه ده خمسه للانديه وعندك منتخبات انت تقصد وعندك ما لم نسيطر على العدد ما لم طب خلاص اصل المرحله حتى لو سيطرت على العدد بالمنظر اللي هو بيقوله عبد الحكيم ده ان انت تلعب اربع مباريات اربع بطولات في افريقيا افريقيه وبطوله عربيه للانديه بطوله عربيه للانديه غير كاس افريقيا غير تصفيات كاس العالم احنا نعمل سنتين مع بعض مش عارف ده ايه لا نضم سنتين مع بعض يبقى السنه 24 شهر طبعا مش لا خليها السنه تبقى 16 شهر بتقويم اتحاد الكوره اسهل مش أسأل. كان زمان في تقويم الشمران ايوه ده صعب برضو صعب يا حكيم ان هم يعملوا كده صعب ان هو ده قرارات يا كابتن لا مفيش قرارات ده ثلاث بطولات لا ثلاث بطولات خلاص دوري السوبر الافريقي دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه لحد دول اقروا رسميا دول اقروا رسميا دول اقروا خلاص طب ثلاث بطولات هناك تفكير في البطوله الرابعه ففي تفكير ضرب لا ونبي بقى مستر موتسيبي يريح شويه كده احنا مش عارفين الثالثه دي مستر موتسيبي بيأجل مباراه في دوري ابطال افريقيا عشان بطوله عشان ماتش ودي ورفضوا يقفوا مع الاهلي في كاس العالم للانديه دي غريبه جدا برضو يعني ماتش في دوري ابطال افريقيا يؤجل عشان رايح تلعب ماتش ودي لتجربه ملعب وما تدخلش في نهائي من مباراه واحده اللي هي نهائي دوري ابطال افريقيا رغم اهميه الامر يقول لك القرار جاي من جهه عليا جهه عليا يعني الفيفا من الراجل نفسه من فينتين. طيب هنطلع فاصل الاخير وبعد الفاصل ارجع اتكلم برضو في قصه الرعايه وتغيير فلسفه الرعايه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى استاذ جمال خليني ابدا بحضرتك برضو وتغيير الفلسفه وكلام المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس اداره شركه استادات ورئيس مجلس اداره بريزنتيشن سبورت على موضوع الرعايه وتغيير هذه الفلسفه. شوف اولا لو قلنا انه تغيير هذه الفلسفه طبعا كلامه كان مع كابتن شوبير في اون سبورت لا هو كمان العرض اللي معروض على النادي الاهلي عرض يليق باسم النادي الاهلي نعم ودون دخول في اي مهاترات ولا كلام مع اي جهه اخرى الوضع الطبيعي ان شركه الطيران القطري لما تيجي تختار انا بتكلم بقى على الشركه اللي هي اتكلموا عنها الراعي اللي بحث عن الرعايه الراعي اللي هو طلب بس لا معلش انت قصدك على الفكره انا ما بتكلمش على الرعاه وما ينفعش اتكلم على الرعاه لكن انا بتكلم عن الفكره نفسها تغيير الفلسفه بمعنى
الاهلي بس انا شايف ان مفيش تغيير يا كابتن. لا ده تغيير رائع. انا هقول لك بس ازاي هو السلعه الاكثر ترويجا هي ايه؟ ما هو دايما الرعايه. لا ما هو بتيجي الناس دلوقتي بدات تتدخل. وانا ليه بتكلم يا استاذ جمال؟ هي جت ازاي؟ انه دلوقتي شركه وطنيه مرخص لها يونايتد سبورت مع البراند اللي اختاره راعي اسمه النادي الاهلي. فعندنا حاجه اسمها المسوق. هو ايوه الفكره المسوق اكثر اكثر من راعي. والنادي يحتفظ بحقوق كامله والبحث طبعا حاجه جيده. يبقى في حمايه لحقوق الملكيه الفكريه. هو بيختار ولا يمكن ابدا حد يفرض عليه حاجه. هنا اتفتح السوق وكمان لما بتبقى شركه قابضه ووطنيه بتعمل انفراجه. ده في السكه اللي احنا بنحلم بيها بقى بجد. انا هنا بتكلم عن فكره الصناعه يعني. وبالتالي النادي الاهلي كاختيار بقى للرعاة التجربه الاولى هتبقى كده. لا هتثبت نجاح رائع يعني. اختيار الشركه المتحده للتعاون مع النادي الاهلي او النادي الاهلي اختياره للشركه المتحده للتعاون كمسوق ده هو برضو هيلقي بالكثير من الجوانب الايجابيه كبرى على الانديه الاخرى وعلى الجهات الاخرى. هو ده اللي انا بتكلم فيه. التي تحتاج الى الرعايه. لكن برضو الجميل انها بادئه باكثر النماذج نجاحا طبعا. وده شيء كويس طبعا. انت النهارده لما تكون الشركه المتحده بتدور على نجاح عملها من البدايه يونايتد سبورت هتختار المتحده اللي هي لا المتحده للرياضه سبورت. أيوة. المتحده للرياضه سبورت يونايتد. ايوه سبورت يونايتد. لما تكون بتدور على نجاح التجربه في هذا المجال هتدور على ايه؟ هتدور على اختيار اسم كويس وقوي وايضا اعتماد النادي الاهلي وتوقيعه للاتفاق مع الشركه المتحده للرياضه برضو اختيار اكثر من رائع. ليه؟ لان الاثنين في النهايه بيصبوا لمصلحه وطنيه. وهو ده الكلام برضو الاساسي في الموضوع. انت بتعمل حاجه لاسم الرياضه المصريه لما يبقى فيها شركه وطنيه عارفة ايه الحدود وايه الدنيا ماشية ازاي والنادي الاهلي وعارف دوره ايه. كل واحد في الطرفين عارف هو هيعمل ايه. اعتقد انه ده هيجيب اثار او هو ده التغيير بقى سمار. هو ده التغيير يا استاذ جمال اللي انا بتكلم عليه اللي هو هيجيب سمار ايجابي. تغيير الفلسفه نفسها. ايوه زمان كنت باخد من النادي الاهلي كل الحقوق كل حاجه وانا اللي ببيعها وانا اللي ببيعها. دلوقتي احنا بنتعاون او بنتشارك او بنتوافق على البيع. وفي اتفاق بين الطرفين انه هذا التوافق محطوط له برضه سيستم ونظام معين. طبعا ما فيش توافق الا ليه؟ لانه انا ممكن اجيب لك وانت ممكن تجيب لي. مظبوط. في نوع من دي التعاون. ايوه نوع هي تغيير الفلسفه هنا اللي كابتن سامع اعتقد عايز يقوله للجمهور انه فعلا كده الصناعه تدور. مش بقى النادي الاهلي هيكون النموذج الاول لكن السوق المصري ده هيشهد انفراجه مختلفه طبعا. وكل هيعرف مدى حقوقه اولا ثانيا هو بيبيع ازاي. لا وكل رجل على الارض يا استاذ عصام. ايوه هيبقى عارف مفيش حد كل رجل على الارض. ما هي دي يعني ايه كم عندك عشان ادي لك ايه. الله ينور عليك. الراعي الفلاني يريد كذا. مفيش حاجه اسمها موحد. مفيش حاجه زي ازمنه سابقه. هل النموذج ده هينجح معانا غير الاهلي؟ القطاع العام يعني. نعم. هل النموذج ده هينجح معانا غير الاهلي؟ انا هنا كله حسب زي ما قال الكابتن اسلام على الاقل هيخلي رجلك على الارض زي ما قال الكابتن يعني اسلام. على الاقل تبقى انت عارف انا هقدر. ما هو خلي بالك هو هذا النموذج بيتواكب مع ما يحدث من الكلام اللي احنا سامعينه من اتحاد الكره اللي هو اللعب النظيف اللعب المالي النظيف نظيف طبعا. فبالتالي انت هتبقى مضطر ان انت تصرف في حدود معينه في حدود ايراداتك. هو ليه برشلونه لغايه دلوقتي عايز يجيب ليفاندوفسكي عمل ايه؟ قام بيع له 3-4 علشان يقدر يجيب كابتن فضل ليله المباراه الاولى 7 لاعبين وبعد انفراجه بتخفيض ومزايا اقتصاديه عديده عشان يبرئ ساحته قالوا له سجل 6 من ال7 ولا زال السابع لم يتم تسجيله حتى الان. ده اللي انا بقوله لحضرتكم ان وبعدين هي واخده هتاخد يعني بالنسبه لكلام عبد الحكيم يعني انه هل ده هيتم تعميمه على الانديه الاخرى بنفس القدر
لا طبعا مش بقدر ما تقدمه بقى استاذ جمال بقدر دور النادي اللي هي رجلك على الارض انت عندك ايه علشان يجي لك لانه ما ينفعش الراعي يجي على حد فتبقى زي ما قلنا على ازمنه سابقه القطاع العام 100 جنيه لاسلام هناخد منها كلنا لازم كل واحد يعرف هو ب 100 ولا ب 10 عايز تبقى ب 100 جود واطلع واعمل لك زبون فيتم التسويق من خلال وجودك وشهرتك وما لديك ايوه من قيم سوقيه صح ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه ان في النهايه يا استاذ محمود سكت ليه انا مسكت ما انا بتسمع كده ازاي لو انت بتتناقش انا لا هو في النهايه هي تغيير الفلسفه ده بيؤدي اعتقد انه زي ما كان استاذ عصام بيقول في الاول على موضوع اخر ان الدوله هنا عايزه ايه في الوقت ده كان عايزه نموذج كامل او شكل كامل عشان اقدر اتحرك بالظبط هو ده دلوقتي اعتقد ان دي بدايه تحرك شامل لحاجات كتير ان اما تسمع انا بسمع زي زيكم انه مثلا موضوع اللعب المالي النظيف ده ده شيء محترم جدا فانت كل نادي هيبقى عارف انا داخل لي 10 جنيه هقدر اصرف 10 مش هقدر اصرف 10 وملين بذمتك في لعب مالي نظيف نعم في لعب مالي نظيف لا بيتكلم مستقبلا يعني في مصر يعني في مصر وانا بقول لك انا سمعت انا قلت لك هو ده قرار فعلا بس هيتطبق فعلا هو كان موجود من قبل كده بس الهيئه ده دورنا لا لم يعني لم يسمع لم ايه لم ينص عليه صريحا لا ده دور الاعلام ان انت تسرش وتمشي ورا يعني في نادي في الدوري يا كابتن يعني في نادي في الدوري يا كابتن مقدم عقود في اتحاد الكره غير العقود اللي مع اللعيبه ده لازم يصرح بيه ما انا بكلم اتمنى يكون التصريح دور الاعلام برضه رقابي مهم جدا يا جماعه ومؤثر في هذا مهم 99% المشكله دور الاعلام رقابي لما يبقى معاك ورق وانا هقول لك ان انا كذا طب روح اسال انت كده على لسه كان الاستاذ عاكين بيقول هنا اهو بيقول لك انا نادي كذا في نادي عامل عقدين مع اللاعب على فكره الكلام ده معروف مش انا مش بقول لك ده انفراد ولا حاجه النادي عامل ايوه نادي انا بتكلم على نادي معين معروف عقد للضرايب وعقد عقد بيقدم لاتحاد الكوره وعقد بين ما بينك كلاعب بيسمى عقد تجاري اهو بالاسم متفقين مع بعض ومتفقين مع بعض عشان الدنيا ماشيه لك حالك بس تسمع باللي نقول لك زي ما انت مثلا حضرتك ممكن تشتري الكوبايه دي خلاص فانا ببيعها لك بص اقول لك ايه عشان ما حدش يجيني كوبايه ده ب 10 جنيه بس انت هتدفع 100 تحت الترابيزه خلاص في الشغل ده مش موجود موجود ولا مش موجود موجود في نادي عنده 12 لاعب عامل كده انت ما بتعرفش ماشي بعدين لا موجود يا كابتن اللي انا عايز اقول ايه ما حدث في عقد الاهلي كان تحول لسكه تاني مفاجاه للجميع على فكره هي نعم وكل من متابع كان مفاجاه كبيره وفيها عمل كبير تم داخل اداره النادي الاهلي مظبوط ماشي خلاص وشركة الكورة كان في عمل معمول ونجحت بأمانة شديدة انك تصل وانا شايف انه الكلام اللي قاله سيف الوزيري يعني سيف من الشخصيات اللي اصبح ليها يعني باع في باع محترف في امور تاريخ يعني عمل من قبل كده مع شركة قبل كده كان يعني عمل نقلة كويسة جدا شوف الاهلي تطور المالي للنادي الاهلي عمل ايه بدأ بكم بدا وصلنا لايه بدا بص بص شوف شوف ده خدها واكتب 40 مليون اكتب لا ده بدا بتاع بدات ب 3 3 مليون الله يرحمه كابتن سمير زي اول العقود 3 مليون بس بدا وتتكلم على المعلم كابتن حسن طبعا لا بتكلم على حسن ده صح ده بامانه شديده والتطور اللي حصل للمرحله عشان والناس تكون في كلامها منطقيه يا جماعه شعبيه الاهلي طبعاً. وبطولاته خلاه مخليها واقف على ارض ثابته وانا عمال الف بالصبح علشان الكلمتين يعني علشان دول لانه انا في الاخر عشان كده بقول لك حط رجلك اللي حاول يقلل ويروح ويجي مش هتعمل حاجه مش هتاثر يا مسكين لان عاوز اقول لك عشان ما تزعلش مني انه الاهلي رقم واحد كله بيتحمل عليه يعني هنا بقى بص الفتره اللي فاتت اهو الاهلي رقم واحد وكله بيتحمل هنا عليه بقى مع البيعة كانت بتتم كده اللاعب المالي النظيف مش هقدر بصراحه أنا خلاص اديك حق انا بكلمك اهو واللي قالها اسلام الشاطر ما شاء الله حط رجلك على الارض انا بكلمك اهو اللي اتعمل وانا لا اللي اتعمل من الاداره ومن شركه الكوره في العقد الكبير اللي اتعمل ده ومع سيف الوزير والتنسيق وقال كلمه مهمه جدا قال يا جماعه احنا ما وقفناش عند المليار و300 ممكن نزيد لاكتر من كده احنا عندنا 12 معلن لغايه دلوقتي 12 وافقين ممكن يوصلوا لاكتر من كده لانه ده عايز اقول لك حاجه كمان فكره الشركه المطوره او المسوقه للاعلان برضه
برضه عشان برضه يا استاذ محمود صاحب الفكره كان ذكي. بس يا استاذ محمود برضه عشان نبقى برضه بنتكلم لحين احنا دايما اتعودنا في النادي الاهلي او في قناته او في اعلامه الرسمي ان احنا ما بنتكلمش غير كل حاجه. احنا دلوقتي مفيش ولا راعي معلش خلينا نتكلم. لا ما بنتكلمش على الراعي، احنا بنتكلمش على الراعي، بنتكلم عن الطريقه. لا احنا بنتكلم على ان انا باخد من كلام الراجل على فكره، مش بقول ان هو قال يعني ما بين 12 وقال ممكن اجمالي وممكن تزيد لايه بالظبط كده، وممكن تزيد لايه. النقله دي مختلفه، ما اقولكش بس قناه الاهلي بتقول كده. لا ايوه لسه يعني النقله دي يا كابتن اسلام في حد ذاتها نقله مهمه جدا طبعا، وهتبقى كاشفه للمشهد العام خلاص. ايوه على انه حجم ايه في السوق، انت فين وانا موجود فين، ماذا قدمت وبنيت ازاي المكان الذي ستاتي عليه هذه الطلبات، هو ده الموضوع. خلاص ماشي، مفيش حد بيقدر يجبر معلن انه يجي يعمل الاعلان مع سبب لو عارف انه اسلام ناجح صح، وعارف انه هيكسب من اسلام شوي شويات طبعا، هو يحط اسمه وارتباطه بهذا المكان، ده لا يزعجك ولا يضايقك، بالعكس طور من نفسك. انت لا مش طور نفسك يا عم، بيع احسن منه بالظبط. انا بقول لك ايه، بيع احسن منه ووري وقول المشهد، بلاش تخش بقى في نظام ايه اصل انا واخد 2 دوري، اصل انا واخد 2 كاس، بغض النظر اصل انا واخد بغض النظر الكلام اللي هو ايه، خلاص خدت 2 دوري و2 كاس وخد 2 افريقيا وهتعمل اللي انت عايزه، بس انا عاوز اقول لك ايه، خلي السوق والرعاه هم اللي يقولوا ايه، يحددوا يقول الكلام ده. هتيجي جايه في الايام الجايه هتبان، ما برضه كله محتاج منتظر يعمل العقد الجديد بتاعه هيبقى شكله ازاي. خلي بالك ده انت لسه ما روحتش كمان وما فتحتش البث التلفزيوني، صحيح. انت ايه، انت رايح في كده وعلى لسه فكره اتجاه تاني. انت لسه وفي شغل تاني بيتعمل، يعني انت ايه ده بحاجه وفي شغل اعلانات تانية في حته تانية. الانفراجه او ايه او شباك كده بقى، لو لقينا كمان اسف يا استاذ اتفضل كده، لو لقينا الجمهور بقى موجود في المدرجات ده يعمل لا بدل بقى ما انت هتبيع بمليار و300 مليار ونص ولا اي رقم يتقال، اي رقم يتقال هتبيع اكتر منه اللي بقى لحضرتك من غير الجمهور عشان تكتمل السلعه. الرعاة مع المسوق هيبقوا زعلانين طبعا، لان المسوق سيعمل على ده. على احنا فكرة كلنا حضرنا يعني ايه جمهور، في خلي بالك في لعيبه في الموجوده دلوقتي ما حضرتش جمهور طبعا يعني إيه؟ طبعا ولا شافتهم، لكن احنا الخمسه احنا حضرنا الجمهور وعارفين يعني ايه جمهور في ده من 2000. لا انا بكلمك على ضروره. أيوة الصناعه بقى، الصناعه بعد ما اتفتح لها شباك احترافي 100% هو نسخه عالميه من الشركه ومن النادي الاهلي كبراند، القادم هو الافضل فعليا، لانه ستكون هناك اكثر من تعديله جايه مع البث التلفزيوني، وبالتالي بقى ايه زي ما قلنا حمايه الحقوق الفكريه، التلفزيون هيصور ازاي. أيوة الاماكن كل حاجة بقى، الارضيه، الكرنفال بقى اللي هيتعمل في مصر، وكل سوبر هيجي هنا، مفيش حاجه بقى تروح كده من هنا بالساهل. وبالتالي الحقيقه ده توافق هينقل الصناعه نقله اللي بنتمنى بقى انها تكمل بالشراكه اللي انا منتظر لها القرار السيادي ده، فتعود الجماهير يعني بصوره تسمح للدوري ده والله في اول سنه مش اقل من 10 مليار جنيه كده يعني، وانت مغمض خالص، لانه فعلا ما شاء الله التسويق ده يا جماعه كانت مهمه. حط بذره كابتن حسن حمدي، لم يكن هناك وقتها الا نفس النموذج، انت طبعا راجل فاكر القصه دي كويس، كنت قريب جدا، واستاذ جمال برضو كان موجود برضو بالقرب اكتر مننا كصحفيين كنا بنتابع، لانه ده يعني انك بتقدر البراند، فمسوق يعني افكار طول الوقت، وفي نفس الوقت صاحب البراند بياخد جزاء عمله الاحترافي اللي بيخليه مطلوب يا جماعه. اعرف رايك برضو يا استاذ حكيم. بص يا كابتن، التطور الطبيعي في موضوع الرعاه طبقا للي انت بتقدمه، انت اللي بتقدمه كنادي اهلي للراعي اللي جاي لك، انت بتقدم له ايه؟ ما تحطنيش موضوع مقارنه ان واحد يطلع يقول لك اصل انا جاي لي سين مثلا. يعني انت النادي الاهلي بتبيع ايه؟ بتبيع فريق اول بكل ما له من بطولات، هو الاول في نادي القرن في افريقيا، واخد اكبر عدد من دوري الابطال، واخد اكبر تاني على مستوى العالم في عدد البطولات القاريه. الميزانيه بتاعت الفريق اللي هم القيمه التسويقيه للفريق برضه جزء من الموضوع. النقطه الثالثه، انت بتبيع له برضه اعلانات ملاعب مثلا، ملعب بتبيع له جمهور بيتفرج عليك يا جماعه، كم ده الاساس، كم جمهور. انا رايي بتيجي يعني انا لو سالتني، لو انت اللي بتسالني هقول لك اول حاجه الجمهور. في نقطه 80 مليون في نقطه في الجمهور ثانيه يا كابتن في مصر، بس في نقطه في الجمهور ثانيه دي تبين لك التطور، ان انت بتبيع مثلا انا عندي كنادي الحقوق ديجيتال وحقوق رقمي كنادي اهلي، عندي 35 مليون بني ادم على وسائل التواصل الاجتماعي. مظبوط تمام. انت عارف يعني ايه انت بتسوق ل 35 مليون بني ادم فيسبوك،
تويتر، انستجرام، تيك توك، يوتيوب، كل ده بتسوقه. غير الحقوق الرقمية، تاريخ 100 وكذا سنة، دي حقوق رقمية. كل ده انت بتحطه للمنتج، اسوار كام فرع، كل ده برضو مهم جدا، الناس لازم تعرفه. انت عندك كام فرع بتقدمهم؟ ده موضوع الفروع ده لسه ما اتسوقش على فكره. ده لسه ده انت بتتكلم في فكره مجنونه في الفروع ده هتتعمل. لو اتعملت هتجيب قد كده. فيا كابتن انا كله هيتعمل. كله هيتعمل. فما ينفعش تيجي تقول لي ان انا اصلا انا عندي. لا، انت ما عندكش، انت ما عندكش. زي لا خلينا نتكلم عن النادي الاهلي. انا بتكلم على فكره بشكل عام. خلي بالك يا عبد الحكيم، انا دايما احب اتكلم عن النادي الاهلي. ليه؟ لانه انا كل اللي يهمني ان انا اشوف النادي الاهلي في مكانه عاليه، بياخد الفلوس اللي هو عايزها عشان يجيب الصفقات اللي هو عايزها، علشان ياخد البطولات اللي هو عايزها، عشان يجيب. ما انا كمسوق يا كابتن او كراعي باجي ليه للنادي الاهلي؟ انا بقول بجانب حاجه تانية مهمه جدا. انا كنادي اهلي عندي التزام غير عادي. يعني لو بصيت في العقوبات اللي بتوقع على النادي الاهلي من الشركات الراعيه للمخالفه، تكاد تلاقيها صفر. يعني بالكتير، لكن مثلا اي نادي تاني هتلاقي عنده مخالفات كتيره جدا. لاعب يطلع لاعلان مشابه، انت بتحط حاجه على التواصل الاجتماعي مش بتاعتك، تطلع تلبس تيشيرتات مش موحده، كل ده حاجات بتساعد في القيمة الرقمية اللي انت وصلت لها للنادي، انك وصلت المليار وكسور. بس عموما هنشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر. الحقيقة نتمنى ان احنا نشوف الدوري العام المصري. انا شخصيا الحلم بتاعي ده، معلش يا استاذ عصام، لازم احلم. طبعا لا، بالعكس انا معاك، بس انا اللي بقوله بس انه ده مش مجرد حلم، ده واقع يتعمل بكره الصبح. يعني انا ما اسهل انه يقوم في مصر. الاهلي نفسي الاقي الاهلي بيلعب المنصوره في المنصوره، ونفسي الاقي الاتحاد بيلعب بلديه المحله في المحله، ونشوف الاستادات كلها مليانه والاستادات كلها مليانه. يعني نفسي اشوف مباراه اهلي وزمالك في استاد القاهره ب 100,000 متفرج. نفسي اشوف مباراه اهلي وزمالك في استاد العاصمه الاداريه او استاد مصر. نفسنا يعاد افتتاح الموسم في اسكندريه مثلا، في ملعب البلديه العظيم ده اسمه كده، افتتاح الموسم في الدوره الصيفيه زي كل البلدان يعني، اللي الحمد لله كنا منها وصلنا لها. زمان يا ريت نرجع زي الساعه 3. طبعا 3 الربع دي صعبه، لكن يا ريت، دي كانت احلى ايام. وكانت على فكره الناس تستناها يعني في الفتره دي. الدوره الصيفيه كان يبقى فيها انديه عربيه كانت عامله شكل. طبعا الناس كانت بتظبط المصيف يا جماعه. الاسكندرانيه كانوا بيعملوا ايه يا استاذ عصام؟ نجيب يروح يجيب نروح نجيب السمك ونستنى ماتش الساعه 3 الا ربع. الله والله السمك المشوي. مشوي انا بتكلم على العموم، الصغير بولتي الصغير ده عشان ناكله وبتاع. اسمه ايه؟ اسكندرانيه. لا حاجه ثانيه، حته ثانيه من القناه. احنا نتكلم على الاسكندرانيه على قدنا. فبالتالي نتمنى يا رب نشوف كل الكلام ده يحصل ان شاء الله خلال الفترات القادمه، لانه احلى حاجه في الدنيا ان انت تشوف الجمهور. وتشوف، تخيل حضرتك بتلعب في ملعب وحواليك 100,000، ممكن يكون 40 50 بيشتموك و40 50 بيحيوك، ولكن في النهايه ده هيخليك تبقى في اعلى منطقه ليك في حياتك، اللي هي او اعلى مستوى ليك في حياتك، وده هيخليك كده برضه. انا اعرف لعيبه كتيره، والاساتذه طبعا شاركوني هذا الراي كتير جدا جدا جدا، ان كانت في لعيبه ما بتبقاش قادره تجري لما بتشوف الجمهور البوصله بتاعتها بتضرب في السماء، بتلاقي العقرب ده ضرب في السماء. وفي لعيبه تانيه لما بتشوف الجمهور بتقع، وهو ده الفرق. نعم، شد عضلي. هو ده الفرق الكبير ما بين النجم. وكان الجمهورين بيشتموا بعض، والشتيمه ما كانتش تستمر دقيقتين. الايه؟ حماسيه الشتيمه مثلا، احنا بنقول عليها شتيمه مثلا، اللي هو الهتافات اللي هتافات يا دوب ما كانتش تخرج عن النص يا كابتن، ويطلعوا بره مع بعض. مفيش حاجه دلوقتي، لا ننظر لكده، لكن انا اقصد انا بكلمك يعني. كانت احنا شفنا الحاجات دي، وكانت ايام لطيفه جدا، وكانت ايام حلوه، وما كانش بيحصل فيها زي اللي بنشوفه. حتى لو تميناها شتيمه ما كانتش بالصوره اللي احنا شايفينها. لا خالص، ما كانش كده على فكره. خلص. لكن كلها كان اسمها ايه؟ اهي كده ايه؟ مناوشات، والمدرج يسخن خمس دقائق وخلاص. كل المشجعين، كل واحد بيركز مع فرقته. بالظبط، عايز زي بيقول لك 6-1-4-2-3 الحاجات اللي هي دي اللي كان بيقول على اسم محمود، اللي يوصل على ان هي دي الاساءه، يقول له 6-1، هي دي اللي كان بيتكلم على اسم محمود. ما كانش بالصوره دي، ما شفناش اللي احنا شايفينه ده. بامانه شديده برضو البساطه طبعا كانت جميله، كل حاجه على فكره. والله العظيم كانت هادية وكانت متعة، وزي ما انت بتقول كانت دلوقتي لا، يعني عاوزين ايه؟ نفسنا نرجع زي ما كنا. برضو كان في ثواب وعقاب من اول البيت. هو دي اهم حاجة، انا لسه كنت اول البيت لغاية المنشأة. برافو عليك، ولكن المدرسة لغاية كل حاجة. شفنا رسالة وكان حد خرج عن النص بصورة. ايوه، كان بيتاخد يعود مرة أخرى الثواب والعقاب. وأعتقد أن ما حدث في مباراة الأهلي والإسماعيلي كان له أو سيكون له دور كبير فيما هو قادم، سواء باتفاق الرابطة وانتظارا للتحقيقات، وانتظار أيضا أو مجلس إدارة النادي الأهلي في ذلك الوقت وتدخله مع الرابطة في هذا الأمر.
وفي النهاية وصلنا أن يكون هناك ثواب وعقاب لمثير الشغب بغض النظر عن لون التيشيرت إيه. بغض النظر عن لون التيشيرت إيه، وهو ده اللي يهمنا. أنا بشكرك جدا. شكرا كابتن إسلام. شكرا جزيلا أستاذ محمود. شكرا جزيلا أستاذ عبد الحكيم. شكرا جزيلا أستاذ كابتن إسلام. أنا بشكر حضراتكم. شكرا جزيلا. إن شاء الله غدا حلقة جديدة من البيت الكبير.